جزء دكتور ابراهيم بتاع الويف ترانسفورميشن هنبدا فيه من حد باذن الله. الشير ظهر اه هنتكلم ان شاء الله النهارده يا جماعه بعض يا جماعه على حاجه اسمها الويف جينيريشن. يعني ايه ويف جينيريشن؟ ببساطه جدا بيتكلم عن تولد الموجه. انا في اول سيكشن في المنهج قلت لك ان انا عندي اكتر من طريقه لتولد الموجه، عندي حاجه اسمها اسباب طبيعيه وعندي حاجه اسمها اسباب صناعيه. لما جيت اتكلم على الاسباب الطبيعيه اتكلمت عن ثلاث حاجات مشهورين جدا، قلت لك اول حاجه ودي اهم حاجه عندنا اللي هي الرياح، تاني حاجه اللي هي التايدز المد والجزر، ثالث حاجه كانت الزلازل، وقلت لك ان الموجه اللي مرتبطه بالزلازل هي موجه تسونامي. بعد كده اتكلمنا عن الاسباب الصناعيه لما قلت لك حركه السفن، واتكلمنا عن الانفجارات، وقلت لك ان اهم موجه احنا هندرسها مع بعض السنه دي هي موجه الرياح، ودي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. يبقى لما اجي اتكلم عن الويف جينيريشن فانا هتكلم عن الويف جينيريشن باي ويند، المسبب للموجه هو رياح. الاوتلاينز بتاعنا ان شاء الله النهارده هنتكلم، هندي انتروداكشن بسيطه جدا عن الرياح وعن اهميه دراسه الرياح وانواعها. هنتكلم عن الويند زي ما قلت لكم، هو ده اللي هو الموضوع الاساسي بالنسبه لنا. هنتكلم على الويف جينيريشن ميكانيزم، ازاي اصلا الرياح بتولد الموجه. هنتكلم عن المودلز، ايه هي الطرق اللي انا استخدمتها عشان اقدر احسب خصائص الموجه او خصائص الموجه المتولده. بعد كده في الاخر هندي امثله. لو جينا نتكلم في انترودكشن فانا قلت لك ان احنا بنتكلم عن موجه اسمها موجه الرياح، يبقى انت اول حاجه هندسه لازم تقول لي ايه هو تعريف الرياح. لو قلت لك يا هندسه عرف لي الرياح، تفتكر الرياح هتبقى عباره عن ايه؟ لو انا قلت لك كده من اللي انت بتشوفه في الطبيعه ممكن تعرف لي الرياح، ايه هو الرياح؟ ايه هي تعريف الرياح؟ حد يعرف يعرف الرياح من غير ما انا حتى ما اتكلم؟ نتيجة حركة الأرض يعني بتكون إن بيبقى فيها لا وبينتهي من انا بقول لك عرف الرياح يا محمد عموما. والله الرياح عارف لو انت شويه هواء هبهم، كتله الهواء اللي بتتحرك دي بالنسبه لك هي الرياح. يعني انت لو قلنا كتله هواء اتحركت من مكان لمكان فهي بالظبط عملت لك رياح. يعني انت بتحس بلسعه برد في الشتاء لان كتله هواء بارد بتتحرك من مكان لمكان فبتلزق في وشك وانت المفروض ان انت بتبقى حران، ففجاه تلاقي نفسك حسيت بالسقع. فبقول لك ببساطه جدا الويند هي كتله من الهواء بتتحرك موازيه لسطح الارض، يبقى كتله هواء بتتحرك موازيه لسطح الارض نتيجه اختلاف درجات الحراره، يبقى هي كتله الهواء بتتحرك هي كتله هواء بتتحرك موازيه لسطح الارض نتيجه اختلاف درجات الحراره. اختلاف درجات الحراره ده بيعمل لك ايه؟ مناطق ضغط مرتفع ومناطق ضغط منخفض، وهو ده السبب الرئيسي لتحرك الرياح. يبقى لو قلنا الرياح تعرفها كتله من الهواء انا اتحرك موازيه لسطح الارض نتيجه اختلاف درجه الحراره، اختلاف درجه الحراره ده هيسبب لك اختلاف ضغط جوي، اختلاف الضغط الجوي هو اللي بيسبب لك حركه الرياح. تمام. طيب ايه اهميه دراسه الرياح؟ انا اتكلمت في اهميه دراسه الرياح ده قبل كده بس هتكلم تاني. اهميه دراسه الرياح بيقول لك الرياح ليه اكتر من اهميه عندنا لازم تبقى عارفهم بالتفصيل الممل. اول حاجه اتكلمت عليها لما جيت اتكلم على الرياح في اول سيكشن قلت لك ان هي العامل الرئيسي في تكون الامواج والتيارات المائيه، لان باستخدام خصائص الرياح هنقدر نتنبأ بحاجه اسمها خصائص الامواج، وهنعرف ده النهارده. خصائص الامواج اللي احنا بنتكلم عليها يا باشمهندسين هي حاجتين، اتش وتي. اتش هنسميها اتش اس سيجنيفيكانت ويف هايت، تي هنسميها البيك بيريود او الزمن الدوري المرافق للموجه المتولده بارتفاع اسمه اتش اس. تاني يبقى خصائص الامواج اللي احنا هنتكلم عليها بالتفصيل اتش اس سيجنيفيكانت ويف هايت اللي هي اتش ثيرد اللي هي ارتفاع الثلث الاكبر من الامواج، متوسط ارتفاع الثلث الاكبر من الامواج، والزمن الدوري المناسق اللي هو الموجه اللي هتتولد دي. تاني حاجه بقول لك بتفيد لي ومهمه جدا في تخطيط الامواني، وانا اتكلمت ده بالتفصيل، قلت لك ان انا عندي حاجه اسمها حاجز امواج رئيسي وحاجز امواج ثانوي. حاجز الامواج الرئيسي بيتحط
بحيث ان هو يبقى ملاصق لحاجه اسمها البريفيلنج ويند دايركشن، وهنعرف تعريفه من شويه كمان شويه يعني ايه البريفيلنج ويند دايركشن. وحاجز الامواج السنوي بيبقى ملاصق لبقيه الرياح اللي هتقف طول السنه. كذلك تخطيط الارصفه، لو انت كنا خدنا التخطيط كنت هتعرف ان ما ينفعش احط حاجه اسمها رصيف الحبوب قريب من حاجز الامواج الرئيسي، لان ده المفروض بيبقى اخر رصيف بيتحط، لان ده المرتبط بالاسمنت ومرتبط بالرز والحبوب وهكذا. لو انا حطيته ملاصق للرياح فطبعا مع هبوب الرياح المستمر فيسبب لك مشاكل في المينا، بس للاسف انتوا ما عندكوش اصلا جزء التخطيط ده ملغي من عليكم. كمان تصميم بعض المنشآت الموجوده في المينا زي الارصفه والفنارات وابراج المرابه والارشادات، انتوا عندكم السنه دي تصميم الرصيف لكن بقيه الحاجات دي مش عليكم، لكن انتوا هتاخدوا تصميم الرصيف حاجه بسيطه جدا فيه. يبقى دي الثلاث حاجات المهمه جدا بالنسبه لدراسه الرياح. يبقى دراسه الرياح مهمه ليه يا باشمهندسين؟ ببساطه جدا لانها بتحدد لك اماكن المنشآت في المواني، بتحدد لك خصائص الموجه اللي هتتولد قريب من المينا، واخر حاجه كمان بتساهم في تصميم ارصفه وفنارات وابراج مرابه وارشاد. لحد ما انا واقف هنا الكلام سهل وجميل وواضح. طيب يا هندسه ايه هي تصنيفات الرياح؟ طبعا تصنيفات الرياح مش عليك، لكن في الاخر انت لازم تكون عارفها لنفسك. بيقول لك تصنيفات الرياح جدا يا جماعه ببساطه جدا، الرياح بتتراوح ما بين حاجه اسمها قلب يعني هاديه جدا لحاجه اسمها هيريكنز، هيريكنز يعني عصير. ما بينهم بقى بيقول لك لايت اير يعني هواء خفيف، لايت بريس يعني نسيم خفيف، جنتل بريس يعني نسيم متوسط، مودريت جنتل يعني ايه؟ هنقول يعني مثلا اعلى من اللايت شويه بس اقل من المودريت المتوسط، الفريش اللي هو المنعش، السترونج اللي هو القوي، لحد اما نوصل لحاجه اسمها الستورم العاصفه، واخر الستورم يعني عاصفه بس خفيفه شويه، هيريكانز يعني عصير، يعني ستورم هنتكلم في عواصف بس خفيفه شويه، هيريكانز يعني عصير، عصير ده يا جماعه يعني كوارث، لان السرعه فيها بتوصل لاكثر من 220 و230 كيلو متر في الساعه، فتخيل كده انت جاي لك عاصفه او جاي لك اعصار بسرعه 250 كيلو متر في الساعه، طبعا ده اعصار قادر ان هو يشيل بيتك ويروح بيه. فطبعا احنا الحمد لله احنا من المناطق اللي ما لهاش اعاصير. ليه؟ لان عشان الاعاصير تتكون محتاجه مدى مكشوف واسع. طيب المدى المكشوف الواسع ده بيحصل فين يا باشمهندسين؟ بيحصل في المحيطات، انما مثلا عندنا البحر الاحمر والبحر المتوسط بحركه احيانا ما يحصلش فيها اي عصير. تمام؟ يبقى الويند كلاسيفيكيشن مش عليك، بس انت لازم تعرف ان انا عندي تصنيف للرياح ما بين كالم هادئ لحد تولد الاعاصير، وطبعا كل نوع من انواع الرياح هتلاقي المتحكم فيه هي زياده سرعه الرياح. يعني كالم هتلاقيه اقل من 2، لايت مثلا من 2 ل 6 كيلو متر على الساعه وهكذا لحد ما توصل لهيريكنز اللي هي الاعاصير. زي ما اتكلمنا اللي قلنا اشهر الامواج المتولده هي موجه رياح، واتكلمنا على الشكل ده قبل كده لما قلت لك ان انا عندي رياح بتهب في البحر في مكان معين بتولد لي موجه، بعد فتره معينه ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجه اسمها توقف الرياح. بعد توقف الرياح بيبدا يحصل حاجه اسمها تشتت للموجه المتولده. يبقى انت عندك رياح هبت، الرياح دي هبت لمسافه معينه بعد كده توقفت، بعد كده بيبدا يحصل تشتت للموجه المتولده، بنسمي المنطقة اللي اتولدت فيها الرياح سي، المنطقة اللي اتشتتت فيها الموجة سويل. وقلنا عندنا حاجة مهمة جدا اسمها اف او فيتل، وساعات على فكرة الدكتور بيسميه اكس. ايه هو الفيتل ده يا جماعة؟ بما يرضي الله يعني وببساطة بقول لك الفيتل ده هو المدى المكشوف لهبوب الرياح. طيب تعريفه ايه؟ بقول لك الفيتل ده هو المسافة بين تولد الموجة بواسطة الرياح حتى توقف الرياح. تاني، المسافة بين تولد الموجة بواسطة الرياح حتى توقف الرياح، ده بيسميه الفيتل. ده اتكلمنا عليه في السكشن الأولاني. بس في حاجتين تانيين أثروا عندك أنت ما اتكلمتش عليهم، إيه هما؟ والله يا هندسة أنا عندي حاجة اسمها اليو، سرعة الرياح اللي بتهب أصلاً. ما أنت عندك في رياح هبت. الرياح دي عشان تهب بتهب بسرعة معينة. فبيقول لك عندنا سرعة الرياح اللي بتهب دي اسمها يو.
ايه بقى سرعة الرياح؟ بقول لك سرعة الرياح دي بسيطة جدا، تعرفها السرعة اللي المفروض هتهب بيها الرياح على منطقة معينة، وتكون محسوبة مش على اي ارتفاع، لا على ارتفاع 10 متر مقاسة من سطح البحر. تاني، يبقى انت المفروض تقول لي سرعة الرياح اللي هتهب هي السرعة اللي بتهب بيها الرياح على منطقة معينة، المنطقة اللي اتولدت فيها الموجة، وتكون محسوبة على ارتفاع 10 متر من سطح البحر. تمام، يبقى انا خلاص عرفت الفيتش وعرفت اليو. طيب يا هندسه، هي الرياح دي هتفضل تهب لمده كام ساعه؟ يعني هتفضل تهب 20 ساعه، 5 ساعات، 4 ساعات، ساعه، 30 دقيقه؟ فبقول لك ده اسمه ايه بقى اللي انا بتكلم عليه ده؟ الفتره الزمنيه لهبوب الرياح، بيرمز لها بالرمز تي سمول، اسمها الويند ديوريشن. الويند ديوريشن، ايه الويند ديوريشن؟ بقول لك والله هندسه ببساطه جدا، الويند ديوريشن هي الفترة الزمنية بين وقت هبوب الرياح حتى توقف الرياح. يعني انت عندك ما بين الرياح مهبت لتوقف الرياح، كانت مثلا بداية هبوب الرياح كانت الساعة 2:30، وتوقف الرياح كانت 4:30. يبقى الفترة الزمنية لهبوب الرياح 4:30 ناقص 2:30 يعني ساعتين. يبقى هي الفترة الزمنية بين هبوب الرياح حتى توقف الرياح، وممكن توصل في بعض الأحيان ل 24 ساعة. يعني ممكن الرياح المتولدة دي، الرياح اللي بتهب تهب لمدة 24 ساعة. فهو التعريفات المهمة بالنسبة لنا، ودي اسمها معاملات الرياح. المعاملات اللي بتكلم عليها يا جماعة دي اسمها معاملات الرياح، دي المعاملات اللي من خلالها بقدر أحدد معاملات الموجة. فأول حاجة بيقول لك إن احنا بنوصف الرياح بدلالة اتجاه ومدة وسرعة، اتجاه ومدة وسرعة، باعتبار ان الرياح كمية متجهة رايحة من مكان لمكان. يعني هنا الموجة رايحة من الاتجاه ده للاتجاه ده، يبقى الموجة هتتولد كده. طيب لو عكسنا، يبقى الموجة هتتولد في الاتجاه التاني. تمام، فبقول لك المعاملات الأساسية اللي أنا بحسبها هي أول حاجة المدى المكشوف F أو X، بقول لك هي المسافة بين تولد الموجة بواسطة الرياح حتى توقف الرياح. تاني حاجة اللي هي سرعة الرياح اليو، هي السرعة اللي بتهب بيها الرياح على منطقة معينة وتكون محسوبة على 10 متر من سطح البحر. وآخر حاجة من معاملات هبوب الرياح هي التي أو الويند ديوريشن، بيقول لك هي الفترة الزمنية بين وقت هبوب الرياح حتى توقف الرياح عند الهبوب، وتصل في بعض الأحيان ل 24 ساعة. لحد ما أنا واقف هنا يا باشمهندسين، حد عنده مشكلة أو حد عنده أسئلة؟ لحد ما انا واقف هنا في حاجة مش واضحة؟ تمام يا تمام هندسة. تمام خلاص، خلصنا الثلاث معاملات المهمين جدا لهبوب الرياح. دول المعاملات اسمها المعاملات الأساسية. في حاجة اسمها معاملات غير أساسية في تكون الموجة ولكنها أساسية عندنا في التخطيط، زي إيه؟ اول حاجه اسمها البريفيلنج ويند، الرياح السائده. ايه هي الرياح السائده دي يا جماعه؟ بقول لك والله ببساطه جدا، انا بشوف الرياح اللي بتهب في اتجاه معين اطول فتره زمنيه في السنه. تاني، بشوف الرياح اللي بتهب في اتجاه معين اطول فتره زمنيه في السنه، والرياح اللي بتهب في الاتجاه دي ببساطه جدا بنسميها بريفيلنج ويند دايركشن، الاتجاه السائد لهبوب الرياح. تاني، أنا عندي رياح هبت في اتجاه الشمال حوالي تلات أرباع عدد ساعات السنة، هبت في بقية الاتجاهات اللي هو الربع الباقي. فنقدر نقول ببساطة جدا يا باشمهندسين، نقدر نقول ببساطة جدا إن الفترة الزمنية اللي هبت فيها الرياح لأطول فترة، آسف، الاتجاه اللي هبت فيه الرياح لأطول فترة زمنية هو الشمال. فاقدر اقول واسمي الشمال عندنا ده اسمه البريفيلنج ويند دايركشن. يبقى الرياح السائده البريفيلنج ويند، رياح هتهب في اتجاه معين اطول فتره زمنيه في السنه، والاتجاه اللي بتهب عليه ده بنسميه الاتجاه السائد لهبوب الرياح. يعني لو انا قلت لك بقى عرف لي البريفيلنج ويند دايركشن تقول لي ايه؟ والله يا هندسه البريفيلنج ويند دايركشن ببساطه جدا هو الاتجاه الذي تهب فيه الرياح اطول فتره زمنيه في السنه. طيب انا هندسه بحدده ازاي؟ بقول لك بحدده عن طريق حاجه اسمها الويند روز، الرسمه اللي قدام حضرتك دي والرسمه اللي قدام حضرتك دي. دي كانت من 3 سنين كنا بندرسها في الكليه وبنعملها.
بس حضرتك درست ده، اي حد مطارات درس الموضوع ده السنه دي، بيبدا يعمل ايه؟ بيبدا يقول والله انا عندي كام اتجاه، عندي نورث ساوث ايست ويست، وانا بديك الفتره الزمنيه لهبوب الرياح في كل اتجاه، وتبدا انت توقع لحد ما تشوف فين. هنا بالنسبه لك فين الاتجاه السائد لهبوب الرياح يا جماعه؟ بالنسبه للرسمه اللي عندك دي، فين الاتجاه السائد لهبوب الرياح؟ هيبقى الجنوب. جنوب، جنوب اللي هو الاتجاه ده يا جماعه، ده الفتره الزمنيه اللي بتهب في الرياح اطول الفتره الزمنيه في السنه. طيب بالنسبه للشكل ده فين الفتره الزمنيه؟ فين اللي هو البريفيلنج اون دايركشن اللي هو الاتجاه ده؟ يعني انت تاخد بالك، يعني انت قلت ده الشمال، هو طبعا دي اتجاهات فرعيه، يبقى الاتجاه اللي هو الفرعي ده، ده اللي بتهب في الرياح اطول فتره زمنيه في السنه، ده غالبا بيسميه ويست نورث مش نورث ويست. نورث ويست يعني شمال غرب، ويست نورث يعني غرب جنوب. يعني هو الفكره، الفرق ما بينهم اللي ده انا بقسم الزاويه 30 درجه، فاللي قريب من نورث بنسميه نورث ويست، اللي قريب من ويست بيسميه ويست نورث. مفيش فرق بينهم قوي، بس هو عشان المسميات بس، لان في الحاله دي بيبقى مقسم الزاويه بتاعته ل 30 درجه، ما بيبقاش مقسمها ل 45 درجه. اللي قدام حضرتك دي ببساطه جدا يا جماعه، دي الويندروز عندنا في مصر الاسكندريه. فلو جيت تاخد بالك هتلاقي الرياح عندنا بتبقى دايما ايه؟ اتجاهها من غير ما تفكر شماليه غربيه. الرياح في مصر يا جماعه من غير ما تفكر الاتجاه السائد لهبوب الرياح هو الشماليه غربيه، لكن هتلاقي طبعا الشمال اللي هو الويست نورث في رياح وبتهب فتره زمنيه طويله، والنورث في رياح. عشان كده دايما هتلاقيني وانا شغال في المواني بقوم جاي لك واخد لك حاجز الامواج، واخد لك الثلاثه دول مع بعض. ليه؟ عشان انا عارف ان الاتجاه بتاع النورث والويست ده هو الاتجاه السائد دايما لهبوب الرياح. طبعا اللي قدامك ده السرعه اللي بتهب بيها الرياح اطول فتره زمنيه في السنه. لحد ما انا واقف هنا بشمهندسين، حد عنده مشكله؟ في حاجه مش واضحه؟ طبعا يا شلشابي انت لو انت خدت بالك ان في حاجات كتير الدكتور ما قالهاش، بس انا لازم اقولها لك، لان احنا بنتكلم على الويند، على الويف جينيريشن باي ويند، فانا مضطر ان انا اعرف لك الويند، واعرف لك اهميه الويند، واعرف لك ايه هو وحدات قياس الويند. هنعرفها دلوقتي بالتفصيل الممل، اللي هي الويند سبيد، اللي هي سرعات قياس سرعه الرياح، وهنعرف ده بالتفصيل الممل دلوقتي. قبل ما نعرف وحدات قياس سرعه الرياح، انا محتاج اقول لك ايه هي اهم معاملات انا لازم احسبها، وانا ذكرتها قبل كده. بقول لك اهم المعاملات اللي انا محتاج احسبها بالنسبه للموجه اللي قدامي دي حاجتين، اتش وتي. اتش اللي هو الويف هايت، تي اللي هو التايم بيريود. فبقول لك اهم المعاملات والخصائص المطلوب حسابها لاي موجه متولده هي ارتفاع الموجه، في الحاله دي هنسميه اتش اس، لان الموجه المتولده عندي بتبقى موجه عشوائيه ما بتبقاش موجه منتظمه. احنا قلنا السكشن اللي فات عشان الموجه تكون منتظمه فالموجه تكون متولده تحت تاثير سكندز، ان انا بتعامل مع موجه نظريه، موجه اتولدت في ثواني، فانا همشي مع الموجه عشان توصل للشكل المعتدل اللي قدامك ده. لكن بما اني بدرس فتره زمنيه خلال ساعه او ثلاث ساعات سي ستيت، فانا بتعامل مع اكتر من موجه، وبالتالي اتعامل مع اكتر من اتش، وبالتالي هنلجا للارتفاع السيجنيفيكانت ويف هايت اللي هو ارتفاع الموجه المهم او ثيرد ويف هايت. تاني حاجه الزمن الدوري للموجه اللي بيسميه بيك بيريود. على فكره احنا قلنا في طريقين اقدر احسب منهم الاتش ليست والتي بيك. انا اعرف دلوقتي المودلز، يعني الاتش ليست والتي بيك ممكن احسبهم من خلال القوانين، اللي هو الاتش ليست ده اللي هو الاتش ثيرد المتوسط ارتفاع الثلث الاكبر من الموجات. لو انا مديك عدد من الامواج اجمع الثلث الاكبر على عددهم يبقى جبت الاتش ليست، والزمن الدوري بتاع المناظر ليها، وقدرت احسب التي بيك والاتش ليست بدلاله السبيكتروم اناليسيز. الناس اللي ذاكرت انا كان عندي حاجه اسمها فريكوينسي سبيكتروم اناليسيز، كنت برسم علاقه ما بين الفريكوانسي وما بين الاف اس اللي هي معامل طاقه الموجه، وكنت بروح احسب حاجه اسمها الام او اللي هو المومنت اوف زيرو او الزيرو مومنت، عشان لو جالك تعريف في الامتحان الام او هو المساحه تحت منحنى الفريكوانسي سبيكتروم اناليسيز. كنت بقول ان الليت ليست بتساوي 4.00 جذر ام او، وان التي بيك هو المناظر لاكبر
طاقه متولده او معامل طاقه متولده بنجيب الاف بيك ويبقى التي بيك بيساوي 1 على الاف بيك. يعني الكلام ده اصلا انا اتكلمت عليه بالتفصيل قبل كده، انما النهارده انا هعرفك ازاي اقدر احسب خصائصهم بدلاله معاملات الرياح بس، اللي هنسميها النهارده المودلز، اللي بنسمي المودلز ده بارامتريك مودلز. هنعرف ان انا عندي حاجه اسمها بارامتريك وبروسيس بيز مودل، هنعرف دلوقتي. يبقى المعاملات اللي انا محتاج احسبها النهارده هي الاتليس والتي بيك، دول اللي انا عايز اطلع منهم في السيكل النهارده. لو طلعت بيهم في السيكل وفهمتهم انا مش عايز حاجه تاني، تمام؟ طيب بنحسبهم عن طريق ايه؟ بنحسبهم عن طريق معاملات الرياح. ايه هي المعاملات اللي انا بحسب بيها؟ الفيكل، الويند سبيد، الويند ديوريشن. يبقى المطلوب منك في السيكلر النهارده ببساطه جدا انك تحسب لي معاملات او خصائص الموجه الاتش والتي بدلاله معاملات او خصائص الرياح المتولده، الفيكل والويند سبيد والويند ديوريشن، تمام؟ طيب يا باشمهندس انت مديني ثلاث معاملات، هي المعاملات دي بتاثر مع بعض؟ يقول لك لا، انا عندي دايما في حاجه ثابته بتاثر وحاجتين متغيرين. ايه الثابت؟ السرعه. ما ينفعش رياح تتولد وما يبقاش ليها سرعه، فدايما الثابت عندك في هبوب الرياح هي السرعه. طيب ايه المتغير؟ الفيتل والديوريشن. يعني ايه متغير يا باشمهندس؟ متغير يعني ممكن الموجه تتولد نتيجه الفيتل قبل الديوريشن، وممكن الموجه تتولد نتيجه الديوريشن قبل الفيتل. فعشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الرياح خصائصها ما بتاثرش على خصائص الموجه كلها مره واحده. عندي سرعه هي دي اللي بتاثر دايما، والسرعه دي يجي معاها يا اما المدى المكشوف يجي معاها الفتره الزمنيه المستمره لهبوب الرياح. طيب دي اقدر ابسطها ازاي؟ اقدر ابسطها اقول لك ان الويف جينيريشن بتتولد نتيجه ثلاث معاملات للرياح، يا فيكل يا ويند سبيد يا ويند ديوريشن. احنا قلنا الثابت دايما يا باشمهندسين الويند سبيد، يبقى انت ممكن تاخد الويند سبيد مع الفيكل وتجيب من خلالهم التي بيك والاتليس. لو انت الموجه المتولده نتيجه الويند سبيد والفيكل في الحاله دي بنسمي الموجه فيكل ليميتد ويفز. طيب لو كانت الموجه المتولده نتيجه الويند سبيد مع الويند ديوريشن بنسمي الموجه في الحاله دي ديوريشن ليميتد ويفز. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو انا قلت لك ببساطه جدا مدى هبوب الرياح صغير بس الفتره الزمنيه لهبوب الرياح كانت طويله، تفتكر اللي هيبقى متحكم في الرياح الفيتل ولا الديوريشن؟ فكر كده. الفترة كبيرة يبقى العامل الأكبر هو المتحكم. لا بص يا محمد، عشان دي مهمة أوي، إيه اللي هيخلص الأول؟ الفيتش. يبقى هي اللي تولد الموجة. خدها بقى قاعدة لحد آخر السكشن. اللي هيخلص الأول هو اللي هيولد لي الموجة. يعني إيه؟ يعني الموجة اللي اسمها فيتش هندسة ولدت لي ارتفاع 2 متر، إنما الديوريشن ولدت لي ارتفاع 10 متر. تفتكر اللي هيتولد الاول الاثنين ولا العشرة؟ الاثنين. يبقى خلاص الموجه اللي هتخلص الاول هي دي اللي هتولد لي الموجه. المعامل الرياح اللي هيخلص الاول هو ده اللي هيولد لي الموجه. وخدها قاعده لاخر السكه. تاني اهو، معامل الرياح اللي بيخلص الاول هو اللي بيولد الموجه. لو الفيتل صغير والويند ديوريشن طويل فغصب عنك هتلاقيها الفيتل هو اللي بيتحكم. لو الفتل كبير والويند ديوريشن صغير هتلاقي الويند هو المتحكم. ليه؟ لان الموجه قدامها حاجه من اتنين، يا تتولد بارتفاع 2 يا تتولد بارتفاع 10. السهل بالنسبه للموجه انها تتولد بارتفاع 2 فهتتولد وهتتحرك وهيبقى الويند ديوريشن ملهاش اي لازمه. قاعده وخدها لاخر السيكل، اهم قاعده في السيكل، المتحكم في تولد الموجه هو الصغير مش الكبير، لان ارتفاعه هيظهر في البداية وبدل ظهر يبقى خلاص كده الموجة اتولدت. وهنعرف ده بالتفصيل تاني يا محمد كمان شوية، انا هتكلم ده في التفصيل دلوقتي، بس انا بس دلوقتي ده مهم بالنسبة لي عشان ده يبقى بالنسبة لك ثابت.
يبقى لو كان الفيتل صغير والويند وهو ده والموجه اتولدت نتيجه الفيتل بنسميها فيتل ليميتد ويفز. لو كان الويند ديوريشن صغير والموجه اتولدت نتيجه الديوريشن بنسميها ديوريشن ليميتد ويفز. يعني المتحكم فيها هو الديوريشن او المتحكم فيها هو المدى المكشوف. تمام. انت قلت لي هندسه ان المعامل الثابت دايما هو اللي فات ده اللي هو بتاع المنحنيات ولا ده؟ ايوه بتاع المنحنيات يا ربيع، وانا اعرف دلوقتي انا بس عشان طولنا شويه وانتوا خدتوا الخميس الجاي بعد بعد كده يا جماعه انا يعني عشان برضو تبقوا عارفين ده ليه كنتوا احنا عندنا الماده دي هتلاقوا الدكاتره مفيش محاضره هتتفوت. يعني انا مديكوا سكه نضاف لحد عشان ابقى واقف مع الدكتور، بس هتلاقي عندنا مشكله في الخميس اللي جاي لان الخميس الجاي عباره عندكم رمضان، يعني كل سنه وانتم طيبين. فعندي مشكله في رمضان لان الخميس الجاي اجازه عيد. ايه عيد مش رمضان؟ اسف عيد يا ربيع. فيبقى عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انا عندي من الخميس لحد اجازه برضه. طيب انا لو انا ما اديتش السكشن هتبقى متركب علينا سكشن، فتعمل حسابك ان اي خميس هيضيع مننا فانا لازم اعوضه بحد. فانت عندك الخميس اللي جاي والحد ضايعين، يبقى الخميس اللي بعدهم والحد هيبقى فيه سكشن. طب ما تدينا الخميس وخلاص يا باشمهندس، ليه الدوخه دي يعني؟ الخميس عيد يا حبيبي، اديك يوم اول يوم العيد. عيد احنا رايحين الملاهي يا باشمهندس، ما احنا مرزوعين في البيت. والله محمد انا نفسي يعني انا ما عنديش مشكله، بس يعني شوف بقيه السكلن عشان ما حدش ياكل وش. بقول لك يا ترى انا بعجن جنين. طول بالك بقى يا راجل قافله. طول بالك بقى العيد اللي المهم نرجع لموضوعنا. اتكلمنا عن ايه؟ عن الرياح، وقلنا هو الرياح هو العامل الرئيسي ليها هو السرعه. وبما ان العامل الرئيسي للرياح السرعه وهو اللي مشترك مع الفيتل والديوريشن في تحديد اتش اس وتيبيك، فانا محتاج اتكلم عنه بالتفصيل الممل. بيقول لك لو انا جيت افترض ان الشكل اللي قدامك ده كوست لاين. الكوست لاين يعني خط الشط، ورسمت الخط الميه الثابت اللي هو الستيل ووتر ليفل، وقلت لك ده في رياح هبت في اتجاه معين وهنسمي ده اسمه الفيكي. فطبيعي انك سطح الميه تلاقيه مش منتظم. بس انا لما باجي اتعامل يا جماعه دايما بتعامل مع الستيل ووتر ليفل، يعني خط البحر الثابت اللي هو بالنسبه لي الخط الاسمر ده اللي هو خط المتوسط للارتفاعات والانخفاضات لاي موجه متولده. تمام. انا عندي كام ارتفاع للرياح؟ بقول لك والله يا هندسه انا عندي كل ارتفاع بيسبب لي سرعه رياح مختلفه. يعني انت عندك لو ارتفاعنا متر واحد من سطح البحر بقى اسمها يو واحد، 2 متر بقى اسمها يو 2، 3 يو 3، 4 بقت 4. انا قلت لك المهم جدا بالنسبه لي وسرعه الرياح انا عايز احسبها عند يو 10. فلو هو مديك ارتفاع الرياح عند اي ارتفاع يو زد، سواء كان 1 2 5 15 20 50، انت عايز تحسب سرعه الرياح عند كام؟ عند 10 متر. يبقى المعامل الاساسي في تحديد خصائص الموجه هو سرعه الرياح عند ارتفاع 10 متر من سطح البحر. طيب ازاي احسب ارتفاع ال 10 متر سرعه الرياح بدلاله ارتفاع زد حسبت عنده سرعه الرياح؟ بقول لك ان القانون اللي انا بستخدمه ان اليو 10 بتساوي اليو زد 10 على زد اس 7. بمعنى لو انا مديك ارتفاع 20 متر وقايل لك ان سرعه الرياح عندها 15 متر على الثانيه، كل هتعمله هتقول لي ايه؟ هتقول لي يبقى اليو زد بكام يا باشمهندس؟ 20 متر على الثانيه، الزد 20، يبقى اليو 10 بتساوي 20، افتح قوس 10 على 20 الكل اس 7، اضرب الاثنين دول في بعض هات لي اليو 10. تاني لو مديك ارتفاع 50 متر وقايل لك ان سرعه الرياح على ارتفاع 50 متر 50 متر على الثانيه، هنعمل ايه؟ هنروح عند اليو زد ونعوض عنها ب 50 متر على الثانيه، والزد نعوض عنها ب 50، يبقى اليو 10 بتساوي 50 متر على الثانيه، 10 على 50 الكل اس 7، يبقى انا جبت اليو 10. يبقى اهم معامل معاملات الرياح بيأثر في تحديد خصائص الموجه هو سرعه الرياح على ارتفاع 10 متر مقاسه من سطح البحر. تمام؟ الكلام واضح يا جماعه؟ حتى لما نيجي نتكلم في جنوسواب مسد اقول لك ان انا عندي حاجه اسمها سرعه الرياح المعدله الادجاست ويند سبيد. الادجاست ويند سبيد
هي سرعة الرياح بدلالة ارتفاع، بدلالة سرعة الرياح على ارتفاع 10 متر من سطح البحر. يعني في الآخر أهم رقم عندنا في سرعة الرياح هو اليو 10، سرعة الرياح على ارتفاع 10 متر مقاسة من سطح البحر. تمام؟ طيب ايه بقى سرعة اللي هي الوحدات اللي بنقيس بها سرعة الرياح؟ اللي فوق ده يا جماعة بيقولك اللي انا قلته، ان سرعة الرياح بتتغير بتغير الارتفاع من سطح البحر، وبالتالي هناك اكثر من سرعة رياح بتتغير بتغير الارتفاع. المطلوب مني ان انا احسب سرعة الرياح على ارتفاع 10 متر او السرعة معدلة اللي هي الادجاست ويند سبيد، بتبقى يو اي بدلالة سرعة الرياح عند 10 متر. الكلام اللي انا قلته انا كاتبه بس عشان ايه وانت بتذاكر يبقى كل الكلام اللي انا قلته موجود قصادك في السلايدز. ايه المعاملات تفتكر سرعة الرياح ممكن نقيسها بيه؟ الناس اللي حضرت المحاضرة كده بتشغل دماغها وقول لي ممكن تتقاس بيه. العقدة. ايه؟ العقدة. العقدة ده اول حاجة يا جماعة. اي حد مدمن افلام اجنبي عارف ان اي حاجة في البحر بتتقاس بالعقدة. العقدة دي عربية ليها ايه مسمى تاني اسمه ميل بحري لكل ساعة او نيوتيكال ميل براور. يبقى العقدة اول حاجة هنتكلم فيها بتسميها ميل بحري لكل ساعة او نيوتيكال ميل مايل بير اور. يبقى اول حاجة ممكن نقيس بها سرعة الرياح. ايه كمان ممكن نقيس بها سرعة الرياح؟ السرعات يا جماعة، السرعة ممكن نقيسها بايه؟ ممكن نقيسها بالوحدة العادية كيلومتر على الساعة. كيلومتر على الساعة بالظبط. وممكن نقيسها ميل بير ساعة اللي هو الميل لكل ساعة. ممكن نقيسها متر على الثانية، سرعة يبقى متر على الثانية. ممكن نقيسها بالعودة أو الميل البحري لكل ساعة. طيب يا هندسة، العلاقة بين الوحدات دي من الآخر كده، أنا اللي يهمني في دول كلهم هو متر على الثانية. لو أنا مديك السرعة بكيلومتر على الساعة فأنت هتضطر تحولها لميل متر على الثانية. لو مديها لك بميل بالساعة فهتضطر تحولها للمتر على الثانية. لو مديها لك بالعودة أو الميل البحري بالساعة فهتضطر تحولها للمتر على الثانية. يبقى أنت محتاج تقول لي العلاقة بين الوحدات المختلفة لسرعة الرياح. طيب العلاقة بتبقى عاملة ازاي؟ بيقول لك ميل، ميل على الساعة بيساوي 0.447 متر على الثانية. لو انا عايز احول من ميل ساعة لمتر على الثانية. تمام؟ لو عايز احول من ميل بحري للساعة بيقول لك ان انت اللي هي عقدة، فانا بضرب الرقم اللي عندك. يعني لو هو مديني مثلا يا جماعة 20 عقدة، فانا هضرب ال 20 ده في 0.514 الرقم ده فتحولها لمتر على الثانية. يعني 20 في 0.514 يطلع الرقم 10 متر على الثانية مثلا. يبقى هو ده بالنسبة لي كده حولتها لمتر على الثانية. لو مديك 50 عقدة يبقى اضرب 50 في 0.514 يبقى انا حولتها لمتر على الثانية. لو مديك 20 ميل بالساعة اضرب ال 20 في الرقم 0.447 يبقى انا حولته لمتر على الثانية. الكيلومتر على الساعة ده انا مش ضمنه، يعني هو 5 على 18 بس انا مش ضمنه. هتأكد لكم الرقم ده الاول وهببلغكم هو ده كده صح ولا مش صح، لاني شاكك فيه. هو انا يعني هو يعني حاسس ان هو صح بس انا شاكك فيه، حاسس ان هو ممكن يكون في حاجة، فهتأكد لكم الرقم ده. انا ما عرفتش الدكتور ادى لكم في المحاضرة بكام، لكن انا هتأكد لكم الرقم ده. مظبوط يا باشمهندس 18 حاسب مظبوط وموجود على الآلة الحاسبة 5 على 18 تمام. انا والله محمد انا حاسبه بايدي بس قلت اشيك عليه يعني، لان انا مش حاسس ان هو في، حاسس ان في حاجه غلط، بس لو هو موجود في الحاسبه يبقى تمام مظبوط. انتوا كده كده يا جماعه معظم السرعات الرياح هيجي لك بدلاله النوت. النوت دي بمعنى العقده، ولازم تبقى عارف الرموز بالانجليزي. يعني ال10 اللي هيسميها الويند سبيد قد 10 متر، ادلاس ويند سبيد كيلومتر براور، مايل براور متر بير سكند، نيوتيكال ميل براور ده الميل البحري، لازم تبقى عارفه معناه بالانجليزي، لان للاسف الامتحان بالانجليزي. انا بكتب لك وبظبط لك السكاشن بالعربي عشان وانت بتذاكر الدنيا تكون سهله، لكن في الاخر انت مطالب انك تبقى عارف المصطلحات بالانجليزي. انا كاتبها لك بالانجليزي عشان برضو تبقى مذاكرها كويس. طيب لو انا قلت لك عايز احول وحدات الاطوال، يعني هندسه الفيتل مثلا ممكن تجي لك بميل بحري، ممكن تجي لك بخمسه ميل بحري، او ممكن تجي لك بستة ميل،
احنا دايما يا جماعه الفيتل بنحسبها بدلاله الكيلومتر، يبقى دايما الفيتل بنحسبها بدلاله الكيلومتر. طيب ازاي احول ميل بحري الكيلومتر؟ الرقم اللي يجي لك ميل بحري اضرافه في 1.852. بمعنى لو قال لك ان انا عندي 40 ميل بحري اضرب 40 في 1.852 يبقى انا حولت الميل البحري الكيلومتر. طيب الميل، الميل اضرب في 1.609 يبقى انا حولت الكيلومتر. طيب لو كان متر اقسم على 1000 لان الكيلومتر فيه 1000 متر. لحد ما انا واقف هنا يا جماعه حد عنده اي مشكله؟ هو مش المفروض اضرب في 1000 مش اقسم على 1000؟ لا انا انا قلت يا محمد لو عندك من متر وهتحول لكيلو تمام. من الصغير للكبير دايما بنقسم، من الكبير للصغير بنضرب. قلت قصدك من الكيلو للمتر. انا بقول لو انا مديك مثلا 2000 متر يبقى ده بيمثل لي كام كيلو؟ 2 كيلو. يبقى انا قسمت على 1000. ماشي، وانا بقول لك انا فهمتها العكس. لا انا بتكلم لو هو مديك الواحده بمتر يبقى انت عشان تحول الكيلو بقى تقسم على 1000. لحد ما انا واقف هنا يا جماعه حد عنده اي مشكله؟ ده فل التحويلات دي كلها على الاله الحاسبه اصلا. ما انا فاهم، بس انا برضو بديلك عشان الناس تبقى عارفه. انا عارف ان انا على الاله الحاسبه، حتى البحري اللي ايده على الاله الحاسبه. نيجي بقى للويف جينيريشن ميكانيزم، ازاي الموجه بتتولد بواسطه الرياح. ده مهم جدا يا جماعه. تفتكر ازاي الموجه هتتولد بواسطه الرياح؟ بقول لك من الاخر كده ان في معاملين هما اللي بيخلوا الموجه دي تتولد. ايه هما؟ اجهاد القص بتاع الرياح. طبعا الكلام اللي اقوله ده نظري بحت، وانت ما عندكش الميكانيزم بتاعه، يعني انت ما عندكش غير انك تعرف بس الدنيا ماشيه ازاي، لكن ما فيهوش اي اثبات رياضي. انت عندك الرياح ليها حاجه اسمها اجهاد القص وليها تاثير اسمه الضغط. اجهاد القص للرياح بالاضافه لضغط الرياح بيأثروا على السطح العلوي للمية، بيسبب لك مناطق ضغط موجب ومناطق ضغط سالب بالنسبة لسطح المية. تمام؟ يبقى أنت عندك إجهاد قص للرياح وكذلك ضغط الرياح يؤثر على السطح العلوي للمياه، فبيسبب لي انتقال للطاقة. انتقال للطاقة منين لفين؟ من الرياح لسطح المية. فبتسبب لك، يعني لو أنا عايز بس ادي بقت الموجه اتولدت اهي، بيقول لك ان الاماكن اللي تحت دي ذات ضغط موجب والمناطق اللي فوق دي ذات ضغط سالب. تمام؟ الكلام ده يا جماعه مش عليك تفسيره الرياضي. يبقى انت عندك والله رياح اثرت على سطح الميه باجهاد قص وضغط. التاثير ده نقل لي طاقه من الرياح للموجه. الموجه ده خلت في مناطق ضغط سالب ومناطق ضغط موجب، خلت الرياح الموجه تتولد بالارتفاع اللي انت عايز تعرفه اللي هو الاتش اس، وبزمن الدوري اللي انت عايز تعرفه اللي هو التي بيك. تمام؟ طيب الموجه المتولده بيقول لك ان هي تبقى محكومه بمعاملات الرياح. طيب في سؤال لازم تساله لنفسك، هي اي سرعه للرياح ممكن تولد لي موجه؟ الدكتور ما جاتش سيرة الكلام ده في المحاضرة، أنا عارف، بس شغل دماغك. بداية من سرعة معينة يعني. بالظبط. والله هندسة لو أنا قلت لك إن سرعة الرياح 1/10 متر على الثانية، تفتكر إن دي سرعة رياح كافية إنها تولد موجة؟ صغيرة جدا. فبيقول لك إن سرعة الرياح لو قلت عن 23% متر على الثانية، في الحالة دي صعب جدا إن الموجة تتولد. أيوه بيحصل ذبذبة في سطح المية، بس بص تبقى سطح المعمل كده. شفت الرسم اللي انا برسمه ده؟ فبيقول لك دي اسمها بابلز، حركه الحبيبات الميه بتبقى حركه بسيطه جدا، ما توصلش لدرجه ان احنا نقول عليه دي موجه. لكن لما سرعه الرياح بتتعدي 23 متر على الثانيه، بيقول لك ان الرياح بتبدا تتغلب على الشد السطحي للميه، وبالتالي بتقدر تولد لي موجه رياح. تمام؟ يبقى عرفنا ان اجهاد القص للرياح والضغط هما اللي بيسببوا لي انتقال لطاقة الموجة، انتقال لطاقة الرياح للموجة لسطح المية، وبالتالي يولد الموجة.
تاني حاجه ان سرعه الرياح الفعليه اللي بتولد عندها الموجه هي 23 متر على الثانيه. طيب امتى يا باشمهندس اقدر اقول ان الرياح انتقلت انتقال مثالي للموجه؟ ده برضه الدكتور ما قالوش. بيقول لك والله لو طاقه الرياح اتنقلت بشكل مثالي للموجه فانت هتلاقي ان سرعه الموجه بقت بتساوي بالظبط سرعه الرياح. يبقى امتى الطاقه تنتقل بشكل مثالي من الرياح للموجه؟ لو كانت سرعه الموجه بقت اكزاكتلي بالظبط بتساوي سرعه الرياح. لكن ده طبعا ما بيحصلش في الواقع، فعشان كده بيبقى بتلاقي في فرق ما بين سرعه الموجه المتولده وسرعه الرياح اللي بتهب. تمام. بيقول لك اه ايجاد القص للرياح بالاضافه لضغط يؤثر على سطح العلوي للميه مما يؤدي لانتقال الطاقه من الرياح لسطح الميه وبالتالي تولد الموجه. الموجه المتولده طبعا اللي متحكم فيها هي معاملات الرياح اللي اتكلمنا عليها اللي هي اليو والاف والتي. سرعه الرياح الفعليه اللي عندها بتبدا الموجه تتكون 23 متر على الثانيه، 23% متر على الثانيه، وده بحيث لان لو السرعه قلت عن الرقم ده بيصعب على الرياح انها تتغلب على الشد السطحي للميه وبالتالي ما بتقدرش تولد الموجه. طاقه الرياح بتنتقل بشكل مثالي للموجه في حاله اذا كانت سرعه الرياح بتساوي سرعه الموجه، لكن ده طبعا ما بيحصلش في الطبيعه. عندك ده مهم قوي 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 بقى. بقول لك انا عندي تعريفين مهمين جدا جدا جدا، وعلى فكره الاثنين هيقول لك في الفاينل تعرفه. في حاجه اسمها هاند كاستنج وحاجه اسمها الفوركاستنج. يعني ايه هندسه؟ بقول لك والله يا باشمهندس لو انت جبت تجيب خصائص الموجه اللي هي الاتش اس والتي بيك بدلاله قياسات تاريخيه لمعاملات الرياح الفيتل والتي واليو، ففي الحاله دي بنسميها هاند كاستنج، بمعنى ان انا تنبئت بخصائص الموجه بدلاله قياسات تاريخيه لمعاملات الرياح. طيب لو العكس، انا تنبئت بخصائص الموجه بدلاله قياسات مستقبليه للرياح لمعاملات الرياح، في الحاله دي يسموها فوركاستنج. فوركاستنج يا جماعه يعني تنبؤ بالمستقبل. من الاخر تعريف الفوركاستنج يعني التنبؤ بالمستقبل. انا بدرس خصائص الموجه بدلاله خصائص ومعاملات متوقعه في المستقبل لمعاملات الرياح. يبقى الهاند كاستنج اعرف خصائص الموجه بدلاله قياسات تاريخيه لمعاملات الرياح. الفوركاستنج اعرف خصائص الموجه بدلالة قياسات متوقعة في المستقبل لمعاملات رياح. لحد ما انا واقف هنا يا باشمهندسين، حد عنده اي مشكلة؟ مش حد عنده مشكلة. بيقول لك يا باشمهندس والله دلوقتي الموجة بعد ما اتولدت في السي وبعد مسافة معينة اللي هي المدى المكشوف اللي هو الفيتل وبعد زمن هبوب معين، بيقول لك ان طول ما الموجه مزنوقه في الحته بتاعه السي دي فهي دايما عندها اتش اس وتي بيك معينه. تاني، موجه اتولدت في السي تحت تاثير فيتل معينه وتي معينه ويو معينه، فبيقول لك ان الموجه المتولده في السي دايما بتحتفظ بخصائص معينه سواء كانت التي او الاتش اس، الاثنين دول بيبقوا ثابتين. طيب لو بدات اتحرك بالقرب من الشط والله الفيتل انتهى والموجه ما عادش لاقي الرياح ما عادش لاقي تاثير. بيقول لك طب بما ان الرياح ما عادش لاقي تاثير، بيقول لك ان الموجه بيبدا يحصل لها حاجه اسمها ديكي. ديكي يعني اضمحلال. طيب ايه اللي يحصل في الاضمحلال؟ بيقول لك في الاضمحلال ده يا باشمهندس الاتش بيبدا يقل لان بيبدا يظهر حاجه اسمها الويف ترانسفورميشن افكتس، وهندرس ده مع بعض يوم الاحد ان شاء الله. الويف ترانسفورميشن افكتس اللي هو تاثير الويف ترانسفورميشن على الموجه المتولده سواء بقى كاتشولينج ريفريكشن ديفريكشن بريكنج، هنعرف ده مع بعض يوم الحد ان شاء الله. ده بيسبب لك مشكله ان ارتفاع الموجه بيقل. طيب الزمن الدوري التي بيك، انا ما بتكلمش على التي اللي هو الزمن الدوري للموجه المنتظمه، الزمن الدوري للموجه المنتظمه من البدايه لانها ثابت، انما انا بتكلم على الزمن الدوري للموجه عشوائيه. موجه من السي كان ليها سبيكتروم معين، لما دخلت للسويل بقى ليها سبيكتروم تاني، السبيكتروم على اساسه حددت الاف بيك ومنه جبت التي بيك. طيب لما السبيكتروم يتغير
لما الاسبكتروم يتغير يبقى الاف بيك يتغير يبقى التي بيك يتغير. فبما ان التي بيك بيتغير بيقول لك ان الاتش اس بتقل والتي بيك بيزيد، وده الشكل بتاعنا الثابت بالنسبه لنا من بدايه تولد الموجه. عند يو كونستانت لفيت معين لديوريشن معينه لحد هنا يا جماعه ده اسمه السي. بعد السي رحنا للسويل، في السويل التي عمال بيزيد والاتش عمال بيقل. تمام. الويف جينيريشن مودلز بقى ندخل في المعادلات بقى اللي احنا عايزين نعمل من الاخر هندسه. الويف جينيريشن مودلز دي الطرق اللي من خلالها اقدر احسب الاتش اس والتي بيك اللي انت عمال تتكلم فيها طول السيكشن. يعني انا عمال بقالي حوالي اكتر من ساعه الا تلت عمال بذكر لك الرياح واهميه الرياح وخصائص الرياح والاسباب اللي بتسبب لي تولد الموجه ومعاملات الرياح اللي بتاثر على الموجه والمعاملات بتاع الموجه اللي انا مضطر احسبها. فانا عايز اعرف المودلز بقى اللي انا المفروض استخدمها. بقول لك ان انا عندي نوعين من المودلز. اول نوع اسمه البارامتريك مودلز، وده اللي احنا هنستخدمه في المنهج عندنا ده. الموديل الثاني اسمه بروسيس بيسد مودلز، وده موديل معقد شويه انا مش هستخدمه في المنهج عندنا. طيب ايه الفرق بينهم؟ بيقول لك ان البارامتريك مودلز ده بيتعامل مع معاملات الرياح اللي هي الاف واليو والتي عشان اقدر اوصل للويف هايت اند التايم بيريود اللي هي الاتش اس والتي بيك. انما البروسيس بيسد موديل بيقول لك ان هو ما بيعتمدش على الاف واليو والتي، لا بيتعامل مع الميكانيزم اوف انرجي ترانسفير، بيتعامل مع كيفيه نقل طاقه الرياح للموجه وتولد الموجه. طيب ده بيسبب لي ايه؟ والله ده اتكلمنا عنه في الشورت تيرم اناليسز، بيسبب لي حاجه اسمها الويف سبيكتروم. الويف سبيكتروم ده هيسبب لي ان انا بقى عندي حاجه اسمها الام او احسب من خلال الاتش اس، وهيسبب لي ان انا عندي اف بيك احسب من خلالها التي بيك. الطريق اللي ناحيه اليمين ده يا جماعه ده مش هنشتغله مع بعض السنه دي. الطريق اللي هنشتغله مع بعض السنه دي هو الطريق ناحيه الشمال اللي هو البارامتريك مودلز. البارامتريك مودلز عندنا نوعين من المودلز، اس ام بي او الاس بي ام، الاثنين صح. هو في الاخر اسمه شور بروتكشن مانيوال او شور مانيوال بروتكشن. وعندنا الطريقه الثانيه اللي هو اسمه جينسواب ميثود، طريقه جينسواب. الاس ام بي ده طريقه قديمه جدا اخترعت بواسطه الالمان في الحرب العالميه الثانيه، وكان الهدف منها طبعا انتوا اتفرجتوا على افلام الحرب العالميه الثانيه وانتوا طبعا عارفين كانت المانيا بتعمل ايه في المحيطات. دايما هتلر يا جماعه كان عنده مبدا العلم بيسيطر على الناس. يعني ايه؟ لو هو عنده علم معين في حاجه معينه هو يقدر يسيطر على البشر. وعلى فكره الراجل ده كان عبقري. ليه كان عبقري؟ يعني قام جاب شويه علماء كده وقال لهم بصراحه كده انا عندي مشكله، انا السفن بتاعي كل ما بتطلع في البحر بيحصل مشكله وفي رياح بتتولد، يعني موجه بتتولد بتسبب لي اعاقه للسفن. طيب اتصرفوا وحلوا لي الموضوع. فبدا العلماء يقول لك ايه؟ والله المعامل الاساسي اللي بيأثر في الحته دي هو الرياح. فبداوا يقول لك ايه؟ طيب خلاص انا عندي حاجه اسمها فيك، حاجه اسمها تي، حاجه اسمها يو، وبدا يشتغل على الثلاثه دول عشان يقدر يحسب ارتفاع الموجه المتوقع والزمن الدوري المتوقع للموجة. وفعلا وصلوا في نهاية الحرب العالمية الثانية لطريقة اسمها الـ SMB، وتم طرحها في الأبحاث سنة 1947. جاء عم جينسواب ميثود ده قال لك يا عم ايه الطريقة المعقدة دي؟ ده احنا بندخل مش عارف بإيه ونطلع بإيه وشروط إيه وقرف إيه، وقام قايل لك لا أنا هبسط الدنيا شوية بكيرف برضه، خد بالك الكيرفين معقدين بس جينسواب اقل تعقيدا من الاس ام بي ميثود. طيب الاثنين من الاخر كده، جينسواب ده كان سنه 1974 واتطور ل 1984 ودي الطريقه اللي احنا شغالين بيها لحد دلوقتي. الاثنين بيستخدموها بالكونسين. الاثنين ليهم اكيوشنز وكيرفز، بمعنى ان في معادلات للاس ام بي وفي كيرف للاس ام بي. جينسواب على فكره نفس الكلام، بس تاخد بالك الاس ام بي في الاكيوشنز، في الاكيوشنز بيستخدم اليو 10 والاف والتي بوحدات انجليزيه فيت. تاني الاس ام بي للاكيوشنز
بيستخدم نيوتن والاف والتي بوحدات انجليزيه الفيت. طيب الكيرفس وحدات متريه، يبقى في الاس ام بي الاكيوشنز وحدات انجليزيه وفي الكيرفس وحدات متريه. في الاخر هو عايز يوصل الاس والتي بيك. طيب في جينوسواب عندي نفس الفكره اكيوشنز وكيرفس، بس بدل ما استخدم نيوتن استخدم اليو ادجاست اللي هي سرعه الرياح المعدله بدلاله اليو 10 والاف والتي. بس الميزه في الجينوسواب وده اللي مخليها اكثر انتشارا ان هي بتستخدم معادلات متريه في الحالتين الاكيوشنز والكيرفز، فهتلاقي النتيجه في جينوسواب ميثود لو انت جبت في المعادله وطبقت في الكيرف بتطلع نفس الناتج اكزاكتلي. انما في الاس ام بي ميثود لو انت جبت الكيرف والاكيوشنز بيبقى في فرق شويه، وهتعرف ده دلوقتي واحنا بنحل المسائل. طيب في الاخر جينوسواب والاس ام بي عايزين يوصلوا للاتش اس والتي بيك. لحد ما انا واقف هنا يا باشمهندسين حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ في حاجه صعبه في اللي انا بقوله؟ حاجه مش واضحه في الشرح؟ تمام يا هندسه. لو حد عنده مشكله يا جماعه يا ريت يعرفني، انا ماشي بالراحه خالص عشان نوصل في الاخر ان احنا نوصل نفهم المبدا كله ونحل مع بعض المساله. وانا مزود لكم مساله جت في امتحان السنه اللي فاتت، يعني هحلها معاكم برضو باذن الله. تمام باشمهندس؟ معلش اليو اي ماشي اتفضل. ايه هي اليو اي؟ معلش عشان دي اسمها الادجاست ويند سبيد. الادجاست ويند سبيد ده يا محمد سرعه الرياح المعدله بجيبها بدلاله اليو 10 والقانون بتاعها بيساوي، كنت هقوله كمان شويه، 0.71 يو 10 اس 1.23. يعني اليو اي اللي هي الادجاست ويند سبيد بتساوي 71% من اليو 10 اس 1.23%. طب هو عدلها ليه في الطريقة بتاعته يا باشمهندس؟ ايه؟ عدلها ليه؟ يعني الطريقة بتاع الألمان لقى فيها عيوب مثلا؟ ايوه فيها عيوب كتير يا محمد، فيها عيوب كتير جدا، هتعرف دلوقتي عيوبها وانا بتكلم. تمام. طريقة الألمان دي مشكلتها يا محمد، يعني تعالى نرجع بس قبل ما نروح لطريقة الألمان هقول جملة وبعد كده هنرجع عشان افهمك ليه كان في مشكلة في الاس ام بي ميثود. بقول لك ان لو خدت بالك ان انا دلوقتي ما دخلتش معايا في الاعتبار العمق نهائي، بس انا ممكن ادخل معايا الاعتبار العمق، بس الكلام ده لو انا دخلت في منطقه الدحوله الترانزيشن والشالو ووتر. لكن طبيعي ان انا بتكلم على تولد الموجه فين؟ في السي. فتولد الموجه في السي يبقى في الاخر ما بيدخلش معايا تاثير الدي. طيب هو مش ممكن رياح تهب في منطقه الشالو ووتر؟ ممكن تهب، فممكن يدخل لك معاك في الحالة دي بندخل معاملات الدي اللي هو عمق المي، العمق بتاع المية، العمق القاع يعني. زي ما قلت لك احنا كده اتكلمنا على أول حاجة الدي. طيب لو أنا قلت لك يا هندسة الفيتش بتاعي كان كبير جدا والديوريشن بتاعي كانت كبيرة جدا، تفتكر اللي هيتحكم في سرعة في ارتفاع الموجة في الحالة دي؟ أنا قلت لك الصغير اللي متحكم، مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. طيب لو الاثنين كانوا كبار جدا ايه اللي يحصل؟ لا ده ولا ده. ايه؟ لا ده ولا ده هيتحكموا. الله ينور عليك، ده الاجابه. والله يا هندسه طيب افترض بقى ان الفتل كبير قوي والديوريشن كبير قوي. بقول لك والله في الحاله دي لا الفتل بيتحكم ولا الديوريشن بيتحكم، وبناخد الاثنين كده نقول لهم يلا في 60 دقيقه مش عايزينكم. المتحكم هيبقى هو ايه؟ السرعة فقط. يعني بيقول لك لو افترضنا ان الفترة الزمنية لهبوب الرياح فترة طويلة والمدى المكشوف كبير جدا، بنفترض الاثنين بيوصلوا لما لا نهاية انفينيت. بالتالي بتظهر لي حاجة اسمها الفولي ديفولبد سي. ايه الفولي ديفولبد سي؟ بيقول لك دي حالة تكون المتحكم في خصائص الموجة المتولدة هي سرعة الرياح فقط. يبقى حالة يكون المتحكم في خصائص الموجة المتولدة هي سرعة الرياح فقط، وبنلغي تأثير الفيتش وبنلغي تأثير
التي اللي هو الفترة الزمنية لهبوب رياح. آخر حاجة زي ما قلت لك، لو الموجة المتولدة جبناها من الفيتل بنسميها فيتل ليميتد ويفز. طيب جبناها من الديوريشن هنسميها ديوريشن ليميتد ويفز. طيب لو جبت تحسب الـ HS والـ T، طلعت ان انت الـ HS والـ T من الـ F والـ U زي من الـ T والـ U. في الحالة دي بنسمي الموجة المتولدة فيتل ديوريشن ليميتد، يعني متحكمة بدلالة الفيتل والديوريشن الاثنين تأثيرهم زي بعض، مفيش تأثير لحاجة أكبر من حاجة أو تأثير لحاجة أقل من حاجة. فبنسمي تأثير المدى المكشوف مساوي لتأثير الزمن هبوب الرياح. نرجع بقى محمد، أنت سألتني سؤال مهم جدا، هي ليه الطريقة دي رخمة وليه الطريقة دي تعدلت؟ بص، القوانين بتاع الـ SMB اللي احنا بنعوض فيها هو القانونين دول. ايه المشكلة عندك في القانونين دول؟ ركز كده، دول بس القانونين بتوع الـ SMB. بيقول لك ان الجي دي اللي هي بالنسبة لي عجلة الجاذبية الارضية من نفس اللي انت الفيت. نفس اللي انت قلته يا باشمهندس. ايه؟ ما ده نفس اللي انت قلته، يعني انا قصدي ان القانونين دول لازم المعاملين يبقى واحد فيهم مؤثر. ما انا فاهم، انت لو خدت بالك بالظبط، انا بتكلمش على اللي فات يا محمد، بتكلم على ده بس، خلينا بس عشان ما انتهش. لو خدت بالك ان القانونين دول بدلالتي اكس اللي هي الفيتل، طيب فين الديوريشن؟ بيقول لك ان مفيش معادلات في الاس ام بي بدلاله التي، يبقى انت المتحكم الوحيد في حساب الـ HS والـ T هو ايه؟ الفيتش. طيب لو قلت لك ان مفروض الزمن اللي هو هبوب الرياح كان اقل من، يعني تأثيره كان اكبر من الفيتش، يعني الموجة المتولدة كانت ديوريشن ليميتد، انا اعرف ده حصل ولا ما حصلش ولا مش هعرف؟ مش هعرف. بالتالي الطريقة ما عادش ليها اي 8000 لازمة، بقى في كسور في الموجة في الطريقة، وبالتالي هو كان محتاج يطور الطريقه دي، الطريقه يقدر من خلال المعادلات يحسب الـ H والـ T بدلاله الـ X وبدلاله الـ T. وصلت يا محمد؟ وصلت الطريقه. الـ G دي عجله الجاذبيه الارضيه 32 و2، الـ SMB الوحدات اللي بعوض بيها فيت، الـ HS الناتج بتاع ارتفاع الموجه فيت، الـ U10 فيت على الثانيه، الاكس فيت، التي سكند لان السكند في كل الوحدات زي ما هو، وادخل من هنا اجيب الاتش اس واجيب التي اس. تمام، الكيرف بتاعها ده اللي قدامكم ده، والكيرف ده مش عليكم، الكيرف ده الدكتور اللي غامن عليكم. طيب انا عايز اعرفها يا باشمهندس ببساطه جدا يا جماعه، الارقام اللي فوق دي اللي انا معلم عليها دي اللي هي باللون الاخضر ده بتمثل لي الفيتل اللي هي مدى المكشوف لهبوب الرياح. تمام، اللي انا معلم عليه من ناحيه اليمين ده اللي هو الاسمر ده بيمثل لي سرعه هبوب الرياح اليو 10، بس خد بالك الوحدات هنا ايه؟ متر على الثانيه، الفيتل متر، الفيتل كيلومتر، السرعه متر على الثانيه. عشان كده قلت لك ايه؟ قلت لك ان الاس ام بي فيه مشكله تانية، ان القوانين بتاعه بتتعامل مع الفيت، وان الكيرف بتاعه بيتعامل مع الوحدات المتريه. تمام، يبقى اللي فوق ده الفيت. طب ما هو ده باشمهندس اصلا في حد ذاته غباوه، يعني طب ما هو الكيرفات ناتجه عن المعادلات. ما هو محمد الطريقه فيها مشاكل كتير، فعشان كده قال لك من غير خالص، ما عشان كده ما عادش حد بيستخدم الطريقه دي خالص. تمام. كيرف مكتوب عليه مش عارف بروجرام ومش عارف مين ويف جروس كان 2006، ازاي ده لا لا بيستخدموه يعني؟ لا لا لا، ده فكك من الكلام ده، النوموجرام ده بيقول لك ايه؟ بيرجم اند هيلسون ويف جروس نوموجرام، ده اللي هو التطوير. خد بالك الكيرف ده، بص حتى لما جيت احل بيه ما حلتوش، طبيعي اللي بيسال صح؟ اه، ده كان واحد يا محمد بيعمل ابحاث، فالابحاث طبعا بيبقوا شغالين على الكلام ده.
بفتير يعني. بص انا لما جيت اشتغل هل انا اشتغلت الكيرف ده؟ لا، لان الكيرف ده اللي هو اللي انا كنت بعلم عليه ده غير الكيرف ده اصلا. فين؟ معلش، غير الكيرف ده، ده اللي هو الاساس اللي انت هتشتغل عليه اللي عندك في الكتاب، اللي هو في الكتاب صفحه كام؟ صفحه 12 تقريبا، اللي هو الكيرفات. فهتلاقي ده واحد كان شغال بحث فقال لك ايه، طب والله انتوا عمالين تقولوا ان الشكل ده اللي هو بالنسبه لنا الاس ام بي فيه مشاكل، طيب وهي ايه المشكله لما ابدا اطور فيه الكيرف؟ وبدا يطور فيه. حتى لو انت جيت تحسب ارتفاع الموجه بالشكل ده وارتفاع الموجه بالشكل اللي انا حليه بالمسائل، هتلاقي الارتفاع مختلف تماما. هنا هتلاقي ارتفاع الموجه 8 وهناك 5. تقول لي هندسه ازاي؟ ما هو نفس الكيرف. مش نفس الكيرف، ده اسمه المودفايد بتاعه. انا جبت لك الكيرف بس عشان اعرفك ان الاس ام بي الخطوط الرئيسيه فيه بتبقى عامله ازاي. لكن الغي ده يعني، بص اهو الغي ده خالص. افترض ان ده الاس ام بي الاساسي. وصلت؟ انا بس عشان افهمك المعاملات مش اكتر. فيبقى اللي فوق ده اسمه الفيتي، اللي في الجنب ده اسمه اليو، فاضل لك ايه؟ الديوريشن تحت اهي. طيب انا بدخل بايه؟ انا بدخل بالفيتي. نفترض كانت الفيتي يا جماعه 180. بص انا لما باجي ادخل بدخل موازي للخط الاخضر. بص بص اهو. ونفترض كانت السرعه 14. ركز معايا كده، بص ال 14 انا همشي ازاي، لان الكلام ده مهم، بس الكيرف ده مش عليكم فخلاص ما عادش مهم. بص انا همشي مع الكيرف. بص بص الكيرف جاي من الاول لاخر مايل، فانا همشي مع مايل. بقت هي دي النقطه اللي انا عندها. لو رحت شمال للاخر كده جبت الاتش اس اللي هي السيجنيفيكانت ويفايد. طيب التي هندسه فين؟ التي الخط الازرق اللي انت بص بقى شايف الازرق ده، ده بالنسبه لي التي بيك. طبعا زي ما انت شايف الكيرف معقد جدا، ولو انا قلت لك ادخل لي في الامتحان انت هتلطم. فالدكتور لحسن حظكم لغى الكيرف ده. طبعا اللي انا عملته بدلاله الفيتل ودلاله اليو هعمله تاني بدلاله التي ودلاله اليو، وهنعرف دلوقتي في حل المساله. واقوم رايح جايب الاتش والتي بنفس الطريقه. ده كده اسمه الاس ام بي ميثود، ودي الطريقه اللي مش عليك في المنهج. طريقه جينوسواب بقى، وجينوسواب ده راجل محترم جدا. قال لك والله يا جماعه انا اول حاجه بس عدل لي السرعه وخليها من يو 10 ليو 8، بقت اسمها ادجاست ويند سبيد. تمام؟ جبت الادجاست ويند سبيد يقول لك خلاص انا عندي حاجه اسمها الفيت ليميتد ايكيوشنز وحاجه اسمها ديوريشن ليميتد ايكيوشنز. جبت الفيت ليميتد لو خدت بالك الجي 9.81، الاتش ام او اللي هي الاتش اس، ما احنا بنسميها اتش ام او لان احنا كنا بنحسبها بدلاله السبيكترم بدلاله الام او على اليو اي تربيع 1.6 في 10 سالب 3، الجي 9.81، الاكس الفيك بالكيلو متر الفيك، بس الوحدات هنا هتبقى متر عشان يطلع لك نفس الرقم. يبقى الاكس هنا هتعوض كله بامتار عشان يطلع لك الاتش ام او بالمتر، واليو اي متر على الثانيه. وادخل اجيب التي بيك بنفس الطريقه، دي اسمها الفيت ليميتد ايكيوشن. حسبت من هنا الاتش وحسبت التي بيك، اروح للديوريشن ليميتد ايكيوشنز بدلاله، بدل ما هي كانت بدلاله الاكس بقت بدلاله التي سكند طبعا، وهنا بدلاله التي. انا السكشن ده هتلاقوني ركزت على الكيرفات جدا. السكشن الجاي بدايته اول نص ساعه هتلاقيني حلل لكم مساله جينوسواب ميثود ايكيوشنز، وهتلاقيني حلل لكم مساله عن دخلت الديب، لو انا دخلت من الديب ووتر للشال ووتر ودخل تاثير الدي. فاول نص ساعه السكشن الجاي ان شاء الله هيكون مكمل للسكشن ده، وبعد كده هنبدا السكشن ويف ترانسفورميشن. كده كده انتوا ما خدتوش غير الشولينج بس، فالموضوع مش هياخد مننا ان شاء الله اكتر من ساعه وربع ساعه ونص يعني. تمام كده معادلات الفيت ليميتد والديوريشن ليميتد. طيب يا هندسه انا جبت من هنا اتش وهنا جبت من هنا تي، تفتكر هاخد انا اتش وانا تي؟ على حسب بقى انا ليميتد بايه. ايوه يعني من الاخر انا اللي هيظهر الاول، اتش كانت باتنين واتش كانت بتلاته اكيد الاقل، بس يبقى هاخد الاقل مع التي بتاعها. تاني يبقى الموضوع ثابت يا جماعه، يبقى هاخد الاقل
مع التي بتاعها. يعني لو جبت هنا تي اتش بتلاتة والتي بتمانية وهنا اتش باربعة والتي باتنين يبقى الاتش بكام في الاخر؟ تاني ادي اتش هو تلعب بتلاتة والتي بتمانية هنا اتش باربعة والتي باتنين يبقى الاتش في الاخر اللي اخدها كام؟ التلاتة مع التي بيك المناظر ليها. عشان الكلام يبقى واضح باخد الاتش الصغيرة مع التي بيك المناظر ليها. ما يهمنيش التي بيك، التي بيك ما ملهاش اي تأثير عندي في المسألة. انا هحسب اتش فوق واتش تحت، الصغير هاخد التي بيك بتاعه وخلص الحوار على كده. طيب انت في الامتحان خليك ذكي، لو قال لك استخدم جون سواب ميثود عشان تجيب الاتش والتي، هو مقسم الصفحه 2 اهو وهو قايل له الفيتش ليميتد وهنا الديوريشن ليميتد. احسب هنا الاتش وهنا الاتش، لقيت الاتش بتاع الفيتش كان 3 والاتش بتاع الديوريشن كان 4، ما اروحش احسب التي بتاع الديوريشن لان انت عارف ان كده كده دي مش هتتاخد. اقوم رايح حاسب التي بتاع الاتش اللي هي ب 3 واخد التي بتاعها وخلص الحوار على كده. وده نفس اللي احنا هنعمله في الكيرف. الكيرف هنعرفه دلوقتي بتاع جينوسواب ميثود. الفول ديفولت دي يا جماعه ما بيظهرليش، دي من عيوب الاس ام بي. بص كده، بص يا عربيه، ده الكيرف بتاع الاس ام بي اهو، ما ظهرلكش لو انت خدت بالك، ما ظهرلكش في اي حته من الكيرف حاجه اسمها الفول ديفولت دي سي. يعني ما ظهرلكش في اي حته من الكيرف لو المدى كبير والزمن هبوب الرياح كبير ايه اللي هيحصل. فدي كانت احدى عيوب الاس ام بي. طيب جينوسواب قال لك لا يا باشا، انا عارف ان ممكن الاثنين يطلعوا كبار، ففي الحاله دي، في الحاله دي يبقى تاثير الرياح فقط اللي داخل معايا في الاعتبار اهو، يبقى بدلاله اليو اي والجي اقدر احسب الاتلس. ومش هقول لك كده بس، اقدر احسب التيك. ولو انت عايز تحسب التي فل يعني الزمن هبوب الرياح خلال الفول ديفولب دي سي تقدر تحسبها، ولو عايز تحسب الفيتش تقدر تحسبها. انت متخيل يعني هو اداك مش بس تحسب الاتش والتي، لا ده انا بدلاله السرعه اقدر احسب التي وبدلاله السرعه اقدر احسب الفيتش كمان. تمام، وادي اليو اي اللي هي الادجست ويند سبيد 71% يو 10 والسرعه 23% متر. ده الكيرف، وتركز معايا في الكيرف ده قوي. يعني هديك دقيقتين تشم نفسك فيهم، دقيقتين تشم نفسك فيهم عشان نبدا نتكلم على الكيرف ده، لان الحل بتاعنا كل النهارده مرتبط بالكيرف ده. هو معلش يا باشمهندس، السلايد اللي قبله كان فيها كلمه تي فول، التي فول دي تي فول يعني الفتره الزمنيه لهبوب الرياح يا محمد في الفولي ديفلوبد سي. فول دي يعني فولي، جايه من الكلمه الاولانيه. تمام، يعني التي دي يا باشمهندس تي بيك ولا تي بالظبط؟ لا يا حبيبي، التي دي بص يا محمد، الاثنين دول، الاثنين دول انت بتستخدمهم لو الدكتور قال لك ان انا عندي حاله الفول ديفلوبد سي وانا عايزك تقول لي الفيك والتي فول اللي بعدهم هيحصل فول ديفلوبد سي. تمام، لكن التي دي بس كان الزمن بتاع ايه بالظبط؟ البيك التي، لا التي فول دي كانت الزمن بتاع ايه بالظبط يا ابني؟ ده الويند ديوريشن، اه اللي هي ال التي سمول. تمام، بس كده تمام. والاكس فول دي الفتل بتاعه الرياح، بس ده الحد بقى الفاصل نفسه اللي هو بعد الحد الفاصل. الله ينور عليك. يعني بعد التي فول، يعني انا بقول لك ايه، احسب لي التي اللي بعدها هيبقى فول ديفلوب دي سي، فانت هتقوم معوض باليو اي والجي تجيب التي فول دي. تمام جدا. هي المعادلات دي بتبقى معطى في الكيرفات، كل المعادلات دي يا محمد موجوده في صفحه 12 عندك و13. اصبر اقول لك صفحه كام بالظبط. في المانوال يعني اللي هو اداه لنا ده؟ اه في المانوال كل موجود، اقول لك صفحه كام بالظبط. اصبر اقول لك صفحه كام عشان وانت بتذاكر. الناس اللي معاها المانوال تفتح المانوال صفحه 11 تقريبا. اه يعني ايه صفحه
11 يا محمد هتلاقي كل القوانين بتاع الاس ام بي والويند اند ويف بارامترز اليو 10 واليو ايه افتح طارق عشان تلاقي كل القوانين جيفن. احنا مظبطينكم في الماده دي انت مش تحفظ اي حاجه في القوانين بس الحاجه الوحيده اللي هتحفظها انك لما تحول من نوت لمتر على الثانيه تضرب في بوينت 514. معلش انت تعبكوا بقى دي موجوده في الاله الحاسبه برضه. خلاص يا عم بقى ما تعرفناش بالاله الحاسبه بتاعك. انا بقول لك انا مش هحفظ حاجه يعني. هحفظها لك ان شاء الله. احفظها ماشي. تمام. ايه اللي عندك بقى يا جماعه؟ الكيرف اللي قدامك ده الكيرف بتاع جون سواب او النونوجرامز ميثود سنه 1984. اول حاجه لو خدت بالك في جزء خاص الجزء اللي هو الحته دي كلها بيسموها ايه ماكسيمم كونديشن فولي ريزنسي. ده الجزء الخاص بالفولي ديفلوب سي. فاول مشكله كانت ممكن تظهر عندك في الاس ام بي هو حلها. طيب الكيرف عباره عن ايه؟ بيقول لك ان اللي على الشمال ده ده السرعه الفاست ويند سبيد بدلاله المتر على الثانيه. يبقى اللي على الشمال الادجاست ويند سبيد بدلاله المتر على الثانيه. اللي تحت الفيت بدلاله الكيلومتر. يبقى اللي على الشمال الويند سبيد اللي تحت الفيت. ركز معايا لان ده مهم. بص بقى هتلاقي في خط سوليد. بص يعني شايفين الخط المنقط ده اللي انا بعلم عليه المنقط اهو. المنقط ده يا جماعه ده الخط اللي بيمثل لي الديوريشن اوف ويند. الخط ده يا جماعه اهو. فهتلاقي ده انا يا باشمهندس مش عارف انا عندي مشكله. انا عندي مشكله ومش شايف. بص تعرفه ازاي؟ تعرف ازاي الديوريشن اوف ويند؟ هتلاقي بدايته مينت. بص 20 مينت 30 مينت 40 مينت 50 مينت 1 اور 1.5 اور. ليه؟ لان التايم بيريود ما بيزيدش عن سكند. طيب الاقيه فين يا جماعه؟ بص الخط السوليد بس الخفيف اهو. بص السوليد الخفيف ده هتلاقي مكتوب ايه؟ ركز معايا من البدايه. السوليد الخفيف مش السوليد التقيل لانك انت عندك سوليد تقيل جاي بزاويه اهو وسوليد خفيف اهو. السوليد الخفيف هتلاقيه بادئ ب 1.4 من 10 سكند، بعد كده 1.6 من 10 سكند، بعد كده 1.8 من 10 سكند، 2 سكند، 2.2، 2.4، 2.6. فالخط السوليد الخفيف ده بيمثل لي التي بيك او التايم بيريود اوف ويف. طيب الهايت فين يا هندسه؟ انت كده ذكرت لي ثلاث حاجات. انت ذكرت لي الويند سبيد، الفيت، الديوريشن، التايم بيريود، فاضل البيك. بص بقى الخط السوليد الثاني. خد شوف ادي السوليد الاولاني اهو. السوليد الثاني اللي هو الظاهر بقى قوي. ده بيمثل ايه؟ بص هتلاقيه مكتوب ايه؟ 15 من 100 متر، 2 من 10 متر، 25 من 100، 3 من 10، 4 من 10. فالخط السوليد الظاهر جدا ده هو ده بيمثل لي الويف هايت. طيب يا هندسه لو كنت في حاله الماكسيمم كونديشن هدخل بايه؟ بدخل بالويند سبيد فقط. يعني افترض ان انا عندي اليوب 12 متر على الثانيه. بص مشيت مع ال 12 اهو واروح اقف عند النقطه دي. بص بقى النقطه دي بص ركز معايا ايه اللي حصل فيها. والله انا عندي ايه؟ انا عندي خط سوليد وقفت عنده 3.5 متر. يبقى ارتفاع الموجه بص اهو همشي مع الخط ده اهو 3.5 متر واعرف ده بالتفصيل دلوقتي. يبقى ارتفاع الموجه اللي انت واقف عندها 3.5. طيب زمانها الدوري كام؟ السوليد الثاني السوليد الثاني فين اهو 10 سكند. يبقى تي بيك 10 سكند. الموضوع ده مهم ولازم تكون فاهمه كويس. انا دلوقتي عايزك بس تبقى فاهم ان اللي على الشمال الويند سبيد، اللي تحت الفيت بدايه اللينس على الكيلومتر، المنقط ده تي الويند ديوريشن وهتلاقيه بادئ بمينتس ومنتهي ب 24 ساعه. السوليد الخفيف السوليد الخفيف ده بيمثل لي التايم بيريود.
السوليد التقيل اهو، السوليد الخفيف اهو، ده بيمثل لي التايم بيريود. السوليد التقيل اللي هو الاسمر ظاهر جدا ده، ده بيمثل لي الويف هايت. تمام، وصلت ولا ما وصلتش؟ مش مهندس ال اتش ام او ديت اللي هي ال اتش اس؟ ال اتش اس يا محمد بالظبط. تمام، لو انا قلت لك خلاص ده كده دينوسواب ميثود بكل سلطاته وبمغ النوجو بالفول ديفلوبد سي بالكلام ده، وابدا احل عليه دلوقتي. بس بقول لك ايه بقى، بقول لك لو انا حبيت احسب ال اتش بدلاله حاجه اسمها سرعه احتكاك الرياح الفريكشن ويند سبيد، بقول لك والله عشان تحسب ال اتش بدلاله الفريكشن ويند سبيد فانا بحسبها بطريقه اسمها الاس ام بي. ازاي طريقه الاس ام بي؟ بقول لك ان الجي في الام ال ام او فل على اليو ستار تربيع بيساوي الرقم ده. الكلام ده انا هعدي عليه لان هشرحه تاني السكشن الجاي باستفاضه، المساله بتاعته هشرحها السكشن الجاي في البدايه. الجي في التي فول على اليو ستار بتساوي الرقم ده. لو انا حسبت اليو ستار اقدر احسب الاتش اس واقدر احسب التي فول. طيب ازاي اقدر احسب الاتش اليو ستار؟ بقول لك ان اليو ستار بتبقى بدلاله حاجه اسمها الدراج كوفيشنت وبدلاله السرعه عند ارتفاع 10 متر. السي دي بتساوي الرقم ده بدلاله ال 10 متر، بقى معايا السي دي ومعايا اليو ستار اقدر اليو 10 اقدر احسب اليو ستار. حسبت اليو ستار اقدر ادخل هنا اجيب الاتش اس والتي فول، والكلام ده انا عديت عليه بسرعه لان هشرحه بدايه السكشن الجاي باذن الله. ونفس الكلام اللي هو الجزء ده فور فيت ليميتد، لو انت عايز تحسب الاكس الاتش بدلاله اليو ستار وعايز تحسب التي بيك بدلاله اليو ستار، كل الكلام ده تحت مسمى الاس ام بي ميثود. جينوسواب انتهى، حتى هتلاقي في طريقه اللي هي الاس ام بي او الاس بي ام زي ما قلت لك، ده لما يدخل تاثير العمق. الكلام ده النهارده انت مش مطالب بيه، السكشن الجاي هشرحه بالتفصيل عشان يبقى معاك برضه لان الدكتور شرح المساله بتاعه. تمام، بس انا هشرحه المره الجايه باذن الله. تعال نشوف بقى الامثله بتاعتنا عن الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها الاس ام بي وطريقه جينوسواب ميثود بالتفصيل الممل. بيقول لك ايه؟ قول. هو بس انا مش فاهم يعني القوانين اللي فاتت دي اختلافها ايه عن القوانين العاديه؟ بيبقى بدل ما بيعوض بدلاله اليو، هعرفك ده المره الجايه يا سلمي، بدل ما بيعوض بدلاله اليو 10 او اليو اي يقول لك لا انا هعوض بدلاله الفريكشن كوفيشنت او الدراج كوفيشنت. هعرفك ده المره الجايه بحيث ان انا مش عايز بس ايه اضيع وقت السكشن ده، هعرفه لك المره الجايه بالتفصيل الممل. تمام جدا. عشان بس ايه، لان احنا عندنا نص ساعه يا دوب بس نخلص الامثله بتاعتي. تمام، بيقول لك استورم take place in deep waters where is the wind speed is 36 knots. بيقول لك ان انا عندي عاصفه بتهب بسرعه 36 عقده على ارتفاع 10 متر من سطح البحر، الفيتل بتاعها كان 220 نيوتيكال ميل، يعني 220 ميل بحري. استخدم الاس ام بي ميثود، استخدم طريقه الشور مانوال بروتكشن ميثود لحساب الاتش اس وكذلك لحساب التي بيك، واحسب لي اليو اي اللي هي الادلاست ويند سبيد. من غير ما تفكر الاس ام بي بدل هو قال لك استخدم الميثود بتاعها، انت ما عندكش غير الايكويشنز اللي انا دكتور دغى الكيرف بس. انا هتلاقيني حل المساله دي بالكيرف على فكره، بس انا انت عندك الايكويشنز بس. الايكويشنز بتقول ايه؟ الداتا اللي عندي الاول، والله يا هندسه اليو 10 ب 36 نوتس، انت قلت لي انا محتاج اعوض في الايكويشنز دلاله الفيت على السكند، يبقى انا محتاج اعوض الاول، احول ال 36 عقده ده للمتر على الثانيه عشان اقدر احول المتر للفيت. فانا قلت لك ال 36 اضرب في 5 في بوينت 514 فيديك 18 ونص متر على الثانيه. بقول لك ان المتر فيه 3.28 فيت، يبقى عشان احول المتر على الثانيه الفيت على الثانيه هضرب في 3.28، يبقى انا حولت اليو 10 من النوت لفيت على الثانيه طلع ب 60 فيت على الثانيه. تمام؟ طيب النيوتيكال مايل، انا قلت النيوتيكال مايل بيساوي الرقم ده اضرب في 1.852 احولها لكيلومتر. بس تركز معايا، انا مش عايزها بدلاله الكيلومتر، انا عايزها بدلاله الفيت، فاقوم احول من كيلومتر لمتر اضرب في 1000. طيب من متر لفيت اضرب في 3.28 يبقى 407 في 1000 في 3.28 يطلع 1,336,403 فيت بالنسبة لك.
الوحدات كلها بقت فيت، وسكند اقدر اطبق في قوانين بتاع ال اس ام بي ال جي اتش اس على يو 10 تربيع بيساوي بوينت 238 تانش اللي هي هايبر وتان بوينت 125 جي اكس على اليو 10 تربيع، عوض الجي ب 32.2 اليو بالفيت على الثانيه 60 الاكس بمليون 336000 واليو 10 ب 60 في كل المعاملات معلومه ما عدا الاتش اس. تحسب الاتش اس هيطلع معاك 1797 100 فيت. لو انا قسمت على 328 معلش دي 328 مش 325 عشان احولها المتر، فيطلع ب 5.74 متر. حد عنده مشكله في الطريقه يا جماعه؟ في حاجه صعبه؟ الموضوع هنا سهل جدا في الحل، مش زي السكشن اللي فاتت نهائي. موضوع مجرد انك بس تعرف تطبق وانك تعرف التحويلات بتاعك. طيب القانون الثاني دي الملغيه مش علينا ولا علينا ولا ايه بقى؟ القوانين عليك. الكيرف اللي ملغي يا محمد تمام جدا. الجي تي اس على يو 10 بتساوي 754 تانش بوينت 077 جي اكس على يو 10. الجي اللي هي عجله الجاذبيه، اليو 10 ارتفاع سرعه الرياح ارتفاع 10 متر من سطح البحر، الاكس اللي هو الفيت لبدلاله الفيت هتلاقي كله برضو عندك جيفن. الكلام ده ثابت يا جماعه ما اتغيرش، هو بس وده ثابت ما اتغيرش، هو بس اللي اتغير التي اس والمعاملات دي. فتروح تحسب التي تطلع معاك 9.37 من 100 سكند. طيب لو عايز احسب اليو ادلاست، الادلاست ويند سبيد اليو ايه بتساوي 71 من 100 يو 10 اس 23. اليو 10 هتعوض هنا بكام بقى يا جماعه؟ ما تعوضليش بفيت بقى. لو انت عوضت فيت تعرفوا ان هي بالفيت، لو عوضت بمتر على الثانيه تعرفوا ان هي متر على الثانيه، بس الافضل انك تعوض بمتر على الثانيه وتخلص. فيبقى 71 من 100 في 18.5 و 1.23 يطلع لك 25.7 متر على الثانيه. في مشكله في المساله يا جماعه؟ اي مشكله اي صعوبه؟ كله تمام يا ريس. يا باشا لو في اي مشكله عرفوني، انا هنا عشان انت تفهم. انا بحاول على قد ما اقدر ابسط الدنيا، في ناس ما بتحضرش المحاضره، فلو في اي مشكله يا ريت تقول لي، قول لي يا باشمهندس انا عندي مشكله في الحل. تمام؟ طيب لو قلت لك بقى عوض لي في الفيجر يا هندسه، ركز معايا لان ده مهم. ادي الكيرف بتاع كهربية، ده الكيرف اللي هو كان بقى سنه 1947 اللي هم طلعوه. فككم من الاحمر ده لان انا ما عرفتش الاقي الكيرف من غيره، الاحمر والازرق ده. انا بدايتي اهي، مش انا عندي الفيت بكام؟ 407. فاقوم ماشي موازي للفيت. بص انا مشيت ازاي، ركز معايا، مشيت موازي للفيت وعندي السرعه كام؟ 18.5 متر على الثانيه. مشيت موازي للسرعه اهو. بص ركز الكيرف بيتمشى فيه ازاي اهو. انا كده حددت ايه يا باشمهندسين؟ النقطه دي عشان عايز احدد حاجتين. ايه الحاجتين اللي انا عايز احددهم؟ عايز احدد الاتش والتي بي. لو مشيت ناحيه الشمال يبقى انا وصلت لايه؟ للاتش اس، طلعت معاك تقريبا 6 متر. طيب ركز بقى معايا عشان دي مهمه. الخطوط المنقطه بتمثل لي التي بيك او الويف بيريود. بص ركز معايا اهو، الخطين المنقطين اللي انا هعلم عليهم الزمن الدوري بتاعهم كام؟ 9 و10 كده، ادي 9 و10 اهو، 9 و10 انا ما بينهم. يبقى انا عند كام مثلا؟ هنقول 9 و4 او 9 ونص حسب ما انت عايز. على فكره يا جماعه في حل الكيرفات انت متاح ليك تحت او فوق موجب او سالب 10%. يعني لو هي 9 و3 انت عملتها 9 و4 صح، عملتها 9 و2 صح. بس ايه يا ربيع؟ اهم حاجه انك ما تنزليش تحت التسعة. يعني لو انت جبتها لك 8 ونص يبقى انت بتهجص. انت ما بين التسعة وال10 واكتب اي حاجه بس تكون ما بينهم. فبيقول لك ايه؟ ده ملخص الكيرف يا جماعه، ان اللي على الشمال ليفت ده بيمثل لي اتش اس، ده اتش اس المتر وده ستريت. لو انت شايف ان هو الخطوط بتاعته مستقيمه اهي. الرايت ده اليو 10 اللي هو ارتفاع سرعه الرياح على ارتفاع 10 متر من سطح الميه، وبيبقى كيرفات اللي هو الخط السوليد ده اللي انا مشيت موازي ليه. البوتوم
ده الديوريشن وبيبقى ستريت برضو. لو خدت بالك ان الاتش التي بتبقى خطوط مستقيمه طالعه ايه عند 2 3 4 5 وهكذا. التوب ده الفيكل بالكيلومتر وبيبقى كيرف برضو. لو خدت بالك ان انا مشيت لما جيت ل 400 انا مشيت للكيرف موازي للكيرف. الداش لاين اللي انا كنت بتكلم عليه ده بيمثل لي التي بيك ان سكند اللي هو الزمن الدوري في السكند. طلع معايا الاتش اس ب 6.1 وطلع معايا التي بيك ب 9.5. لو خدت بالك اتش اس ب 6.1 والتي بيك ب 9.5 بص كده كان التي اس طلع بكام؟ 9.4 وكام التي بيك طالع بكام؟ 5.47. خد بالك ده من اسباب برضو اللي احنا ما بنلجاش للاس ام بي، ان دايما هتلاقي نتيجه اختلاف الوحدات في مشكله في الارتفاعات. هتلاقي الاتش دايما بيبقى في فرق بينهم بيبقى نص متر 75 متر، بس التي هتلاقي دايما ثابت. التي دايما هتلاقي نفس الرقم، هي الاتش اللي بتبقى مختلفه. يعني لو انت جربت اكتر من مساله هتلاقي ده بيحصل معاك، مش مساله واحده هتلاقي في كل المسائل تقريبا. حد عنده مشكله يا جماعه في الكيرف بتاع الشكل اللي قدامك ده؟ هو مشكله كده مش علينا كده مش عليك. اه بس برضه انا عايزك تفهمه عشان الدكاتره ممكن يقول لك ايه ما انا شرحت مساله في البتاع وكنت عايز اشوفه هو متابع ولا مش متابع، فانا شرحته عشان كده. تعالى بقى نروح للجينوسواب بتاعنا اللي انا اصلا عايزك تعرفه زي اسمك. بقول لك يوزنج جينوسواب نوموجرامز تو كومبيوت سيجنيفيكانت ويف هايت، استخدم جينوسواب ميثود اللي هو الكيرف بتاع الجينوسواب عشان تجيب لي الاتش اس والتيبيك في منطقه الديب ووتر ليها الخصائص الاتيه. بيقول لك ان هو مديك ستورم ديوريشن، مديك التي، مديك اليو اي، مديك الفيتل، وبيقول لك وكمان عرف لي نوع الموجه المتولده. بيقول لك اول حاله ان الويند سبيد الادجست ويند سبيد 10 متر على الثانيه، الفيتل 25 كيلومتر، الستورم ديوريشن التي ب 6 اورز. بعد كده الويند سبيد 10، الفيتل 25 بس الستورم ديوريشن قل بقى 1 اورز. بعد كده الويند سبيد 18، الفيتل 40 والستورم ديوريشن بقى 4 اورز. بعد كده الويند سبيد 20 والفيتل 3 كيلومتر والستورم ديوريشن بقى 2. بعد كده الويند سبيد 8، الفيتل 200، الستورم ديوريشن 24 ساعه. واخر حاجه بيقول لك لو السبيد ب 40 الفيتل 500 والديوريشن 24. طبعا جي اللي هو هتلاقي اللي هو 18 370 10. طبعا انا هنا يا جماعه انا ممكن اديك 1000 مساله، انا لو ثبتت الويند سبيد وغيرت الفيتل والتي انا عملت مساله، ولو غيرت الويند وثبتت الفيتل وغيرت التي عملت مساله تانية. فالموضوع كده واسع جدا، عشان كده انا على قد ما اقدر حبيت ان انا اغطي لك الموضوع ده بافكار مختلفه. بيقول لك كمان احسب لي كومبيوت ذا ويند سبيد، احسب لي اليو 10 والتي الويند ديوريشن والسبكترال بيك ويف بيريود اللي هو التي بيك لو كان الفيك 10 كيلومتر بس ليك لسه كنت انا مديلك باتنين. تمام؟ تعال ما نشوف واحده واحده يا جماعه. اول حاجه لو كانت اليو ادجست ب 10، الفيك ل 25 والتي ب 6 اورز. ركز معايا الله يبارك لك. ده الكيرف بتاعك. تمام؟ اول حاجه تدخل بيها الكيرف دايما يا باشمهندسين الويند سبيد. يبقى اول حاجه اكتب كده خطوات الحل في جينوسواب كيرف. اول خطوه واول حاجه بتدخل بيها الكيرف هي الويند سبيد. دخلت الويند سبيد وعلمت عليها، كانت الويند سبيد بكام؟ 10. ادي ال 10 يا باشمهندس. تاني خطوة بدخل بيها هي الفيتل وليس الديوريشن. ليه؟ لأن الفيتل رأسية. لو خدت بالك إن الفيتل إن اليو أفقي خطوط أفقية والفيتل خطوط رأسية، فالدنيا سهلة. الدنيا سهلة. فهم داخل بالفيتل الرأسي. أنا الفيتل بتاعي كانت كام؟ كانت 25 كيلو متر. هتلاقي ما بين ال 20 وال 30 ال 25 اهو. وصلت ليه يا باشمهندسين؟ وصلت للنقطه دي. انا عايز احسب لي النقطه دي يا باشمهندسين. عايز احسب لي النقطه دي يا جماعه.
حاجتين الاتش والتي، مظبوط ولا مش مظبوط؟ بص بقى الخطين اللي انا علمت عليهم دول، دول بيمثلوا لي ايه؟ ركز عشان الله يبارك لك، بيمثلوا لي الخط السوليد التقيل. بيقول لك ان الموجه دي بتتراوح ما بين ارتفاع 8 من 10 ل 9 من 10. هي اقرب منين لفين يا باشمهندسين؟ اقرب لل 8 من 10. فده اقرب لل 8 من 10 هقول ان هي بتساوي حوالي 82 من 100 متر. يبقى انا كده حددت الاتل. طيب الزمن الدوري، يبقى انا هتعامل مع السوليد بس الخفيف. بص ركز معايا، السوليد الخفيف اهو، يبقى انا ما بين 4 و 3. خد بالك لان بس انا مرحل الخطين دول شويه، فلو انت النقطه دي فهتبقى المفروض النقطه هنا تقريبا. يبقى انا عند كام تقريبا يا باشمهندسين؟ عند 3.9 من 10 سكند. يبقى باستخدام اليو ادجاست وباستخدام الفيتش، الاتش كانت 82 من 100 والتي بيك كانت 3.9 من 10. تعال اما نروح للحاله الثانيه، نفس الكيرف. البدايه خلاص دخلت وجبت اليو ادجاست، طيب ايه اللي ادخل بيه بقى؟ الخط المنقط المايل بيمثل لي التي ديوريشن اهو. الخط اللي انا اعلم عليه كانت التي في 6 اور، التي في 6 اور تمام. علمت لحد ما تقاطعت مع الادجاست ويند سبيد، ادي النقطه اللي انا تقاطعت فيها اهو. اروح اجيب الاتش والتي، الاتش فين يا باشمهندسين؟ اللي انا معلم عليه ده، ده الخط الخفيف. انا ما بين الخمسة والخمسة ونص ده بالنسبة للتي، فاقول ان انا خمسة وكام؟ خمسة واربع، استنى، خمسة وخمسة ونص، يبقى بين خمسة وواحد مثلا لان قريب من خمسة. والخطين اللي انا معلم عليهم التانيين دول، ده بيمثل لي السوليد التقيل اللي هو الارتفاع ما بين الواحد والواحد وربع. يبقى انا واقف عند الكام؟ عند تقريبا واحد واتنين من عشرة. يبقى في الحالة دي يا جماعة اتش بدلالة الفيتش كانت 82 من 100 واتش بدلالة التي كانت بواحد، اخد ان واحدة فيهم؟ واخد التي اللي مناظر ليها. بص لو رجعت بقى بيقول لك ويند سبيد اوف 10 متر على الثانيه فيتش 25 والستورم ديوريشن 6 اورز. بيقول لك الادجست ويند سبيد 10 والفيتش 25 طلعت الاتش اس ب 8 من 10. انا قلت لك لو انت كاتبها 82 من 100 مش غلط، دي حاجه ترجع لك، انا هكتبها 82 من 100 ومحدش يقول لي حاجه. التي بيك 3.9 من 10. طيب لو انا قلت لك اليوب 10 والتي ب 6، الاتش اس ب 1.2 من 10 والتي بيك ب 5.2 او 5.1 حسب ما انت كاتبها. في الحاله دي تيك ذا ويف ويز مينيمم هايت اند ذا تايب از نون فروم ذس، يبقى انا الاتش بتاعي كام؟ 8 من 10 والتي بيك بتاعي كام؟ التي اللي مناظر ليها 3.9 من 10. طيب في الحاله دي تبقى فيتش ليميتد ولا ديوريشن ليميتد؟ انا جبتها منين؟ الفيتش. انا جبتها من الفيتش، يبقى اسمها فيتش ليميتد. وممكن يا باشمهندس يحددها لي من الاول عشان استخدم حاجه واحده بس؟ ايوه ممكن يحددها لك واعرفك ازاي يحددها لك. ربيع دلوقتي حلو السؤال ده. انا بس عايزين الكيرف يا جماعه، في مشكله في دخوله؟ هو اكيد في مشكله. يعني احنا بندور هنفهم الكيرف بصراحه معمول بطريقه صعبه. الخطين اللي انت بتقول عليهم يا باشمهندس، استنى بس، هو مين في حد بيقول حاجه بتتشرح بطريقه صعبه؟ انا عايز انا بقول الكيرف، الكيرف معمول بطريقه صعبه كمان، ان كله ابيض واسود، كل الخطوط داخله في بعض، يعني كان حقهم. انا عايز اقول لك ان الكيرف ده كان معايا الوان والله سلم، ومش لاقيه لكم الوان، كان معايا الوان والخطوط دي كلها كانت ملونه. المشكله ان هو جه في الحاله دي بلون ما لقيتوش والله. كمل يا طارق، انت عايز تقول ايه؟ النقطة اللي حضرتك علمت عليها، عايز اعرف بس في السريع كده الخطين اللي هم ماله الداش وخطين السوليد الخفيف.
ده بيعبر عن ايه وده بيعبر عن ايه تاني؟ قرب بالشاشه. بص بص ادي النقطه يا طارق، واضحه عندك؟ واضحه يا ريس. بص بص عايز بس ايه ارسم لك الخطين وهم قرب الشاشه. بس بص الخطين الحمر دول يا طارق، دول شايف السوليد الاسمر السوليد التقيل ده؟ ايوه. ده بيمثل لي ايه؟ اتش الارتفاع. هتلاقي تعرف منين؟ هتلاقي كلمه 8 من 10 متر 9 من 10 متر وهكذا. فيبقى السوليد التقيل ده بيمثل لي الارتفاع. فانا كنت ما بين 8 من 10 او 9 من 10، فقلت ان انا عند الكام؟ عند 82% مثلا. تمام؟ طيب انا عايز اعرف الساكنز، ركز معايا. شايف الخط السوليد الخفيف ده والخط السوليد الخفيف ده؟ طيب يا هندسه انت بس انا مش شايف، بص ركز معايا اهو، هو الخط ده هو نفس الخط ده، ده مكتوب كام؟ مش شايف. 4.5 سكند مكتوب 4.5 سكند. الشرطه دي في الكتاب واضحه عن عن البي دي اف ده يا حبيبي، انا جايبه من الكتاب اصلا. اه باشمهندس سؤال، هو المفتاح بتاع بتاع الكيرف ده بيبقى موجود اصلا؟ كل الكلام ده مكتوب على المفتاح، هو كاتب لي السيجنيفيكانت هايت هو التقيل. ايوه ايوه مكتوب الكلام ده، هتلاقيه موجود يا حبيبي. بص الازمه في ايه بقى؟ صفحه ايه؟ المشكله الازمه في ايه؟ ما كل حاجه مكتوبه داخله مع بعض فين وكده، يعني خطوط كتير داخله في بعض. ما هو انا بشرحه ده يا محمد عشان عارف ان انتوا في الاخر بعد ما كله يبقى مكتوب بتغلطوا برضه. هتلاقيه موجود في الكتاب صفحه 14. الرئيس ده الدنيا سهلة، بس انا محتاجة الرجالة دي بس لو خدت الحوار ده في مرتين يعني كمان مسألة كمان هتلاقي الموضوع سهل. الناس دي عايزة تذاكر يا محمد، يا بس هم مش عايزين يذاكروا، ما انا هحل مع بعض مسائل تاني. نرجع الموضوع بسيط يا رجالة بإذن الله. يعني انت محمد عايزك بس تفتح الكيرف، انت مش معاك الكيرف؟ مش معاك الكتاب؟ معاي. اه معاي يا طارق. معايا يا ريس. افتح الكتاب صفحه 14 وطبق معايا المساله الجايه. بيقول لك ان انا عندي الويند سبيد 10 متر على الثانيه، الفيتش 25، والستورم ديوريشن 1 اور. ركز معايا بقى، يبقى 10 25 1. دي الحاله البدنيه، عايزك بنفسك تدخل عند اليوب 10 وتقوم كده واخد خط بالقلم الرصاص افق، وعند الفيتل ب 25 وتاخد خط بالقلم الرصاص راسي. اعمل كده وقول لي انا عملت كده. معلش يا صاحبي في كام هندسه؟ معلش 14. ايوه اهو. يلا يا جماعه كله يعمل كده، عند العشره خد خط افقي، وعند ال 25 خد خط راسي. الاثنين هيتقطعوا في نقطه، عايزك تقول لي النقطه دي في التقاطع ده الاتش بكام والتي بكام؟ هو المفروض الاتش عند 8 من 10 بالظبط. بالظبط الاتش فعلا 8 من 10 والتي المفروض التي تقريبا 3.9 من 10 ثانية. الله ينور عليك، فعلا ده اللي هتلاقيه موجود، هي 3.9 مظبوط، ما هي ما بين الثلاثة والأربعة. اه حد يا جماعة ما طلعش الأرقام، في مشكلة في إنه يطلع الأرقام دي؟ انا عايزك تطبق بنفسك دلوقتي عشان ما خلصت السكشن وترجع تقول لي انا مش فاهم دي جت منين. طبق وقول لي انا ما وصلتش ليها. طيب تعالى يا محمد طبق لي الثانيه بقى، عايزك تطبق لي الفيك اليو ب 10 والتي ب 1 1 اور. طبق كده وقول لي هتطلع الاتش بكام والتي بكام.
طلعتها بكام؟ كام يا ابني؟ هو الـ تقريبا ال H هتبقى ب 32 متر والتي هتبقى ب 2.1. الله ينور عليك. انت معاك الملف ولا ايه؟ لا والله العظيم يا باشمهندس مطلع من الكتاب. بص يا جماعه ركز كده اهو، الاثنين اتقطعوا مع بعض في النقطه دي، فكده الخطين دول هما اللي ظاهرين، اللي هو بالنسبه لي الخطين الظاهرين جدا، فيبقى ده الارتفاع الاتش اس. فانا ما بين الثلاثه من عشره والاربعه من عشره، فهتلاقي الاتش اس في الحاله دي بكام؟ ب 32 من 100 متر. طيب ما بين الاتش اللي هو بقى اللي هو التيبيك، انا بين الاثنين والاثنين واثنين، يبقى انا عند كام تقريبا؟ عند 2.1 سكند. فنرجع كده تاني، بص بقى عند الويند سبيد 10 متر والفتل 25 والستورم ديوريشن 1 اور، لقيت ان الفتل جبت الاتش اس كان ب 8 والتيبيك 3.9، ولما عوضت بالتي طلعت ان الاتش اس ب 32% والتيبيك ب 2.1%، يبقى انا هاخد انا واحده بشمهندسين. هاخد انا واحده ب 32 من 100، مظبوط ولا مظبوط؟ اه، يبقى انا اقول له هاخد المينيمم هايت، يبقى الاتش اس 32 والتيبيك 2.1، ويبقى النوع بتاعها ديوريشن ليميتد لانها جايه من التي. حد عنده مشكله يا جماعه لحد كده؟ في حاجه مش واضحه؟ لا كده تمام يا باشمهندس. نرجع نروح للكيرف اللي بعدي، المساله اللي بعدي بيقول لك الويند سبيد 18 الفيتش 40 والستورم ديوريشن 4. انا طبعا مش كل لما هاجي اعمل هدخل بالويند والفيتش، لا بالديوريشن والفيتش. اعمل حسابك بقى هتعمل ايه في الامتحان. الويند سبيد دخلت بيها، هقوم رايح داخل بالفيتش وعلم نقطه، وادخل بالتي وعلم نقطه، اللي ناحيه الشمال هو اللي هشتغل بيه. تاني هدخل بالفيتش وعلم نقطه بالويند بالفيتش وعلم نقطه في التقاطع مع الويند سبيد، وادخل بالتي وعلم نقطه، اللي ناحيه الشمال هو ده اللي هتمشي بيه. ليه؟ لان لو انت خدت بالك ان كل ما بروح ناحيه الشمال الاتش بتقل، فاي حاجه تيجي ناحيه الشمال معناها اللي هي الاتش بتاعها قليل، وبالتالي ده اللي هيمشي معايا. ليه؟ لان في الامتحان بيجي لك المساله كده. زي ما انت شايف كده، لو فضلت تدخل باليو والاف بعد كده تدخل باليو والتي مش هتخلص، لا انا هدخل باليو والاف والتي هعلم الاثنين مع بعض في نفس الكيرف. هنا قدرت اوصل الاتش مين؟ اتش الصغيره كانت من الفيتش، اقوم كاتبها واخد التي بتاعها. ليه؟ عشان ما اقعدش احسب كتير. انا بس في الشرح كنت بوضح لك بالتفصيل، لكن انت في الامتحان مش هتعمل كده. في الامتحان مش هتعمل كده، هتعمل زي ما انا هعمل دلوقتي. هو بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك ان انا عندي اليو ب 18، الاف ب 40، التي ب 4. هعمل ايه؟ اقوم داخل باليو ادجاست، اقوم داخل بالاف الفيتش، واقوم معلم كمان وداخل بالتي. الحاله اللي عندي دي حاله استثنائيه يا باشمهندسين. يعني ايه؟ يعني في الحاله دي لقيت ان الفيتش والديوريشن الاثنين اتقطعوا في نفس النقطه، ففي الحاله دي بنسميها فيتش ديوريشن ليميتد. اتقطعوا فين؟ عند تقريبا عند ال اتش ب 1.8 من 10 متر ما بين الواحد وسبعه والاثنين، وعند التي بيك 5.6 ما بين الخمسه ونص وما بين السته سكند. طيب نفترض في الامتحان جيت اعوض بالتي، ركز معايا عشان الكلام ده مهم، جيت اعوض بالتي لقيت التي هنا هندسه ايه؟ هاخد انا اتش من غير ما تفكر، خد الفيتش مع اليو ايه. طيب لو انا عوضت بالتي كانت هنا يا باشمهندس، من غير ما تفكر خد التي مع اليو ايه. من الاخر
اللي ناحيه الشمال مشي. لو انت جيت تفكر ليه، لان لو انت جيت تبص ادي اربعه ايه اللي بيحصل في وانا رايح ناحيه اليمين 15 20 25 3 من 10 4 من 10 5 من 10. فطول ما انا ماشي في الاتجاه ده اتش عماله بتزيد، يبقى انا لو مشيت في الاتجاه الشمال الاتش عماله بتقل، وانا كده كده بتعامل مع الاتش الصغيره هي اللي بمشيها، وبالتالي اي شمال ده يمشي معايا والدنيا بتكون تمام في جينوسواب ميسو. تعال نشوف الحل بتاع اللي بعد ده. مديني الويند سبيد 8 في كلمتين ديوريشن 24، ادي ال 8 وادي الفيت 200، رسمت ال 200 طلعت بره. ما تروحش تقول لي انا فولي ديفلوبد سي، ما تبقاش ساذج، خليك ذكي، لان انا لسه عندي تي. ما هي ممكن يا هندسه التي تكون هنا، لو التي كانت هنا يا باشمهندسين في الحاله دي بقت ديوريشن ليميتد، لكن لان لما انا جيت اعوض بالتي هي كمان طلعت بره الكيرف، ففي الحاله دي الحاله اللي عندي فولي ديفلوبد سي. ليه فولي ديفلوبد سي؟ بس عشان الصوت مرحب. تاني جيت اعوض باليو يا محمد وعوضت بالفيت، لقيت نفسي طالع بره الكيرف اهو. طيب كده اقدر اقول ان انا في فولي ديفلوبد سي؟ غلط، ما ينفعش اقول ان انا في فولي ديفلوبد سي دلوقتي. طيب امتى اقول؟ لو انا عوضت بالتي وطلعت في نفس المنطقه دي يبقى انا كده في فولي ديفلوبد سي. طيب لو كانت التي جوه، في الحاله دي هجيب الاتش بتاعها وهجيب التي بيك بتاعها وهتكون نوعها ديوريشن ليميتد. لكن في المساله اللي عندي لما جيت اعوض بالتي طلعت هي كمان بره، ففي الحاله دي انا طلعت بره الكيرف. بدل طلعت بره الكيرف يبقى انا طلعت في الفولي ديفلوبد سي. طيب في الفولي ديفلوبد سي بقى تركز معايا، المتحكم الوحيد في تحديد اتش والتي هي اليو. فروح عند اليو وقوم رسمها وحدد النقطه بتاعتها وحدد الاتش بتاعها وحدد الزمن بتاعها. هيطلع معاك في حاله الفولي ديفلوبد سي بتاعي ان اليو ان الاتش اس طلع ب 1.6 من 10 والتي بيك ب 6.7 من 10 سكند. ودي تعالى اما اثبتها لك رياضيا، يعني تعالى اما اثبت لك الفولي ديفلوبد سي دي رياضيا. بص ده خلاص بقى الجدول في الشكل النهائي. انا استخدمت طبعا A B فين في هنا حاله، ثواني الفيتش ديوريشن اللي هي سي، فيتش ليميتد ويفز ديوريشن ليميتد ويفز فيتش ديوريشن ليميتد، الاي كانت هي حاله الفلو ديفلوبد سي. تعال اما نشوف ونطبق اناليتيكلي حاله الاي دي. لو قلت لك ان اليوب 8 اثبت لي ان الاتش اس والتي فعلا هتطلع بالرقم ده. بص هروح اعوض في قوانين بتاع الفلو ديفلوبد سي، الجي في الاتش ام او عليه ايه تربيع، اليو ب 8، الجي 9.81 طلع معاك الاتش بكام؟ الاتش اس بكام؟ 1.58. انت مطلعه بكام؟ 1.6. يبقى انت صح. تاني الجي في التي بيك عليه ايه بالرقم ده، اروح اجيب التي بيك تطلع 6.63، انت مطلعه كام؟ 6.7 قريب منه. يبقى انت في حاله الفولي ديفلوبد سي انت تقدر تعوض في القوانين على طول، او تقدر تعوض في الكيرف هيطلع لك الناتج تقريبا واحد. على فكره الكلام ده كله في كل الحاجات، بس في الفولي ديفلوبد سي بالذات لان المعادله سهله زي ما انت شايف، فاقدر اعوض على طول، مش محتاج ان انا اتفزلك يعني. تمام. طيب بيقول لك بقى لو كان الاتش اس ب 2 متر والفيتش ب 10 كيلو متر، انا ما رضيتش احلها وقلت نحلها مع بعض سوا. لو كانت الاتش اس ب 2 متر والفيتش ب 10 كيلو متر هعمل ايه؟ ادي الفيتش هندسه، ادي ال 10 متر، فين ال 2 متر؟ بص ادي ال 2 متر ده بره الجدول. لا مش بره الجدول يا اخويا، اهو ال 2 متر. اروح من هنا احسب ايه؟ بص بقى لو رحت كده يبقى انا حسبت ايه؟ حسبت السرعه.
السرعة مظبوط ولا مش مظبوط؟ تطلع معاك السرعة بكام؟ بـ40 متر على الثانية تقريبا. مظبوط؟ مظبوط. في مشكلة في دي؟ طيب أنا عايز أحسب كمان حاجتين، عايز أحسب التي والتي. طيب ركز معايا، أنا ما بين كام وكام يا هندسة؟ ما بين الواحد أور وما بين الواحد ونص أور، يبقى أنا ممكن أقول إن أنا التي بكام؟ تقريبا 1.2 تقريبا. 1.2 واحد وربع، يبقى التي سمول بواحد وربع، يبقى التي سمول. أنا خد بالك أنا والله ما أعرف النواتج أقسم بالله، أنا قلت حلها معاك، أدي واحد وربع تمام. آخر حاجة أنا محتاجة هي التي بيك. فين التي بيك؟ بص اللي هو الخط ده واحد ماشي خمسة سكند عند أربعة ونص، عند أربعة ونص يبقى التي بيك تقريبا أربعة ونص، أربعة وستة، أربعة وسبعة في الرينج ده. تعالى ما تشوف الناتج اللي احنا انا خد بالك دي هات الربيع اللي انت كنت بتسأل عليها. وده اللعب بتاع الامتحان على فكرة، اللي الدكتور مش لازم يديك اليو والاف والتي، لا ده ممكن يديك اتنين ما لهمش علاقة بالجدول. طيب في الحالة دي يا جماعة الموجة اللي عندك نوعها ايه؟ انا حسبت على ان انا شغال بالفيتش، فهي تبقى فيتش مش فيتش بس يا عربية. هو انا بتكلم على اللي انا اشتغلته، يعني ان هو اداني الفيتش وحكمني بيها تبقى فيتش. افترضت ان انت عندك ان الفيتش الفيتش والتي الاتنين في نفس المكان، هو جم في نفس النقطة صح، يبقى انا شغال فين؟ فيتش ديوريشن ليميتد. دي مهمة وعلى فكرة كتير منكم بينساها في الامتحان. انا اشتغلت بدلالة الفيتش لكن انا افترضت ان الاف والتي عند نفس النقطة، انا اللي افترضت ان الاف والتي عند نفس النقطة، يبقى انا شغال فيتش ديوريشن ليميتد. تعال اما نشوف الناتج اللي انا طلعته ونقارنه بالناتج اللي احنا طلعناه. يعني كده كده اللي هو هيتقالي هتطلع فيتش ديوريشن يا باشمهندس. ايوه لو هو اداك يا ربيع اي اتنين اي حالتين غير الحالات، اعرفك دلوقتي في مسألة غير الحالات المعتادة، فانت هتلاقي نفسك شغال فيتش ديوريشن ليميتد. تمام. اليو باربعين متر على الثانية، التي بواحد وربع زي ما احنا مطلعينها فعلا، والتي بيك طلعت 4.6 ثانية فعلا. مثال تاني كان مثال امتحان، طبعا انا مش هحله معاك لان ده هو نفس المثال اللي انا حليته بالظبط. لو انت جيت بص مديك يو مختلفة واف، انا يهمني الحالات اللي تحت. بص كده بص كده ربيع، اف وجي واتش التلاتة دول تفتكر النوع ما يبقى ايه؟ فيتش ديوريشن من غير ما تفكر. بص تمام دول اهم حاجة ليه؟ لان الدكتور دايما بيديك حالتين وبتجيب منهم الباقي، يعني الاف والاتلس اللي انا كنت مديها لك، فانا افترضت ان التي عندي الاتلي عند الاف يبقى خلاص فيتش ديوريشن، او مديك التي والتي بيك فانا افترضت ان التي والاف عند بعض يبقى خلاص فيتش ديوريشن. فالحالات يا جماعة الحالات اللي بيديها لك بدلالة اي حاجة غير السرعة، اي حاجة غير السرعة هتلاقي فيتش ديوريشن ليميتد. الباقي طلع الناتج ويطلع زي ما يطلع، يعني الاول ده طلع فيتش ليميتد، الثاني ده ديوريشن ليميتد. اهم حاجه تاخد سكرين شوت للصوره دي وتبعت سلمي، يبقى خد لهم سكرين شوت دي. استنى بس عشان تاخدها مظبوطه، لان دي مش موجوده معاكم في الملف اللي انا منزله، لسه ضايفها امبارح. ونزلها لهم برضو. دي مسألة امتحان السنة اللي فاتت يا جماعة، دي كانت المسألة وده كان الحل بتاعها، فخد بس سكرين شوت دي. حد عنده مشكلة يا جماعة في سكشن النهاردة؟ في أي حاجة مش واضحة في السكشن؟ هو ده كده الحل. طب المسألة بقى نفسها، المسألة يا محمد بيقول لك استخدم جنسواب ميثود تو فايند اول ميسنج باراميتر. ضمن كده يا شباب تمام. حد عنده مشكله يا جماعه في السكشن النهارده؟ لا تمام يا ريس، خلاص وقف التسجيل يا سلمي.